21 في الاي ان تي والخمسه في الثروت بعنوان الاسوفجاس والبلد. قبل ما نبتدي الاسوفجاس هناخد الاناتومي كده بريفلي بتاع الاسوفجاس وبعد كده نبتدي الديزيزز بتاعته. الاسوفجاس بريفلي بحيث يساعدنا على ان احنا نعرف ايه الديزيزز بتاع الاسوفجاس المريء يعني. الاناتومي بنقول ده عباره عن فايبروماسكولار تيوب طوله في الادلت حوالي 25 سنتي، البوصه حوالي 2.5 سنتي تقريبا، يعني حوالي 10 بوصه تمام في الادلت. خلي بالك هو الطويل قوي الاسوفجاس بتاعه هيبقى طويل والقصير الاسوفجاس بتاعه هيبقى قصير وهكذا، احنا بنقول متوسط حوالي 25 سنتي. بيمتد من نهايه الفارنكس اللي هي الحته دي لبدايه الاستومك اللي هي الحته دي. نهايه الفارنكس اللي هي كام؟ سي 6، الليفل بتاع سي 6 اللي هي عند كريكوت كارتليج، وهي دي كريكوت كارتليج فعلا، دي كريكوت كارتليج اوف ذا لارينكس اللي عندها ينتهي اللارينكس ويبتدي تحت التراكيه، اللي عندها يبتدي الهايبوفارينكس ويبتدي تحتها الاسوفجاس. تمام؟ طيب يبقى بيبتدي من عند سي 6 او كريكوت كارتليج لغايه الكاردياك سفنكتر عند الدايفرام، دايفراجماتيك اوبننج، تمام، اللي هي تي 12 ثراسيك فيرتيبري نمره 12. تمام؟ طوله قلنا 10 بوصه تقريبا في الادلت. الابر اند دي هنسميها ابر اوسوفيجيال سفنكتر، واللور اند دي هنسميها لور اوسوفيجيال سفنكتر. تمام؟ طيب بنقول الاسوفجاس في جزء في النك، في جزء في الثوركس، ويدوب الابر ابدومين. في ثلاثة كونستريكشنز بيحتوي على ثلاث حتت نار. يهمك في ايه؟ علشان لو واحد بلع فورم بادي تمام ممكن تتحشر في الحتت النار دي. ايه هما الثلاث حتت نار؟ البدايه اللي هو الابر اوسوفيجيال سفنكتر، دي حته نار اللي هي الكريكوفارينجيال سفنكتر او الابر اوسوفيجيال سفنكتر، ودي بتبعد حوالي 15 سنتي او 6 بوصه من السنترال انسايزور. طب انت ليه بتحسبها من السنترال انسايزور؟ علشان وانا مدخل الاسوفجوسكوب، الاسوفجوسكوب عليه تدريج، فبشوف التدريج عند كام؟ عند 6 بوصه او عند 15 سنتي على حسب هو متدرج بايه. يبقى اللور اند بتاع المنظار بتاع الاسوفجوسكوب هنا عند الابر اوسوفيجيال سفنكتر. تمام؟ يبقى الابر اوسوفيجيال سفنكتر تبعد حوالي 15 سنتي عن السنترال انسايزور. طيب بعد كده اللور اوسوفيجيال سفنكتر لحته نارو برضو تبعد 40 سنتي من السنترال انسايزور اللي هي 16 بوصه، 16 في 2.5 ب 40 سنتي. تمام؟ اللي هي بدايه الاستومك. وبعدين ناروينج او كونستريكشن ان بتوين ما بين الابر واللور اللي هي الحته دي. ايه ده؟ دي معموله في الثوركس بالاورتيك ارش، الاورتيك ارش زانق على الاسوفجاس. الاندنتيشن بتاع الاورتيك ارش والليفت برونكس. فاكر لما قلت لك في الفرنجيال باوتش ان الاسوفجاس ميد لاين ولكن شيفت تو ذا ليفت؟ يبقى الليفت برونكس زانق عليه، يبقى الليفت برونكس والاورتيك ارش زانقين عليه. الكونستريكشن اللي في النص ده بيبعد حوالي 25 سنتي من السنترال انسايزور اللي هو 10 بوصه تقريبا. يبقى اذا 3 كونستريكشنز، واحد عند 6 بوصه من السنترال انسايزور، واحد عند 10 بوصه، والاخير عند حوالي 16 بوصه. عايز تعرف بالسنتي اضربها في 2.5. الديزيزز بقى بتاع الاسوفجاس، ايه الديزيزز؟ الاسوفجاس زيه زي اي اورجان في الجسم، الديزيز اللي تيجي فيه ايه؟ كونجنتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ميسيلينيوس، اللي هي لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك. تمام؟ طيب ايه الكونجنتال ديزيزز؟ وهناخدها كاسماء لان احنا كانف واذن ما بنشتغلش في الاسوفجاس من تحت. تمام؟ ممكن الواحد اي ليومينال ستراكشر في الجسم لو اتولد بيه مقفول تماما اسمه اتريزيا، واحيانا تنطق اتريجيا. تمام؟ زي ما خدناه في الاكسترا اريوتري كانال اتريزيا لما القناه العيل اتولد بيها مقفوله، زي ما خدنا في الكوينا كوينا الاتريزيا، يعني كومبليت اوبستراكشن اوف ذا ليومن. نفس الكلام ممكن الواحد يتولد بالاسوفجاس مقفول اهو، اتريزيا اهو، الاسوفجاس اللي فوق ده مقفول. تمام؟ مش كونتينيوس مع الجزء اللي تحت.
دي بقى دي اسوفجيال اتريزيا، وممكن تراكيو اسوفجيال فيستولا. انت عندك فكره ان التراكيه قدام والاسوفجس وراها على طول؟ اه. ايه المانع ان يبقوا فاتحين ببعض الفيستولا؟ ايه ده؟ يعني ممكن الواحد يجي يشرب الميه تقع على التراكيو برونكيال تري يجي له اسبيريشن نيومونيا؟ اه، وممكن يموت لان ده كونجنتال انومالي في بيبي. دي فيستولا اهي الاسوفجس فاتح على التراكيه، دي فيستولا اهي فاتح من تحت، على فكره لها جريدنج سيستم تمام، ودي التو اندز فاتحين اهم في التراكيه، وده نوع اخير تمام، بيقسموها الى A و B و C و D وهكذا معايا. يبقى ده تراكيو اوسوفيجيال فيستولا، ده بالنسبه للكونجنتال انوماليس. يبقى اتريزيا يا تراكيو اوسوفيجيال فيستولا. نيجي بقى للتروماتيك، تروماتيك ديزيزز. تروماتيك ديزيزز اولها فورم بودي. ايه ده؟ فورم بودي في الاسوفجس؟ اه، بلح حاجه، خلي بالك غير شرق حاجه، انهيل ذا فورم بودي هيروح لللارينكس والتراكيه، لكن انا بتكلم دلوقتي على بلع انجيشن لفورم بودي. وطالما قلنا فورم بودي في الاي ام تي، عندنا اربعه فورم بوديز في الاي ام تي، فورم بودي في الاير خدناها، فورم بودي في النوز بتاع الانبيه الحمراء يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديسشارج ان ا تشايلد، يبقى فورم بودي في النوز، وفورم بودي دلوقتي في الهايبوفارينكس والاسوفاجس، وفورم بودي لسه هناخده في اللارينكس والتراكيه، ده هايلي فيتال بتاع اللارينكس والتراكيه اللي هو انهيلد فورم بودي. كل ما نذكر كلمه فورم بودي لازم نذكر عنوانين، التايب اوف ذا فورم بودي والتايب اوف ذا بيشنت تمام. فاكر لما قلت لك مين اللي هيحط خرزه في ودنه تمام، وهكذا، ونوع الفورم بودي ايه، فيجيتابل نون فيجيتابل وهكذا. نفس الكلام يبقى فورم بودي في الاسوفاجس، ايه التايب اوف ذا فورم بودي والتايب اوف ذا بيشنت؟ قسمها لي. كوين ان تشيلدرن، اه اهو الصوره اللي قدامك اهي، ده انترو لاترال فيو، انترو بوستيرو فيو دي، وده لاترال فيو تمام. اه، ممكن واحد يبلع كوين طفل. بالمناسبه انا افتخر ان انا طلعت 200 شيلن وباريزه وانا نايم، ايامنا كان في شيلن وباريزه معدن، دلوقتي الجنيه بقى معدن تمام، فالنواب بتوع دلوقتي بيطلعوا جنيهات، انا حوشت ال 200 شيلن وباريزه دول، انا فاكر كويس قوي، ولزقتهم على الاكس راي بتاع كل عيان وكتبتهم، لكن للاسف لما خلصت نيابه وانا بنقل حاجاتي للاسف سبتهم، وجيت اخدهم تاني يوم عامل السكن لقيته رامي الاشعات كلها وفاكك الكوينز واخدها تمام. كنت لازق الكوين ببلاستر على كل اشعه باسم العيان للذكرى. فالثلاث سنين نيابه طلعت 200 كوين، 200 شيلن وباريزه، ودي كانت ثروه ايامها والحقيقه راحت عليا الحمد لله. يبقى كوين ان تشيلدرن، اه انا مره طلعت 2 كوين لازقين في بعض بالسلايفا، واحد صاحبي مره طلع 3 او 4 حاجه كده، بيقول لي الواد عاملها حصله وعمال يبلع. فيش بون وال100 بون ان ادلت، طبعا الناس اللي هو مش سواحليه بقى، اللي هو ما بياكلوش السمك غير في المواسم، تلاقيه ما بيعرفش يفصص السمك تمام، فتلاقي فيش بون راحت لازقه في الهايبوفارينكس، لسه مطلع فيش بون قريب قوي شوكه سمكه تمام من بايرفورم فصه من واحد، بالذات في شم النسيم لما يجوا ياكلوا فسيخ والكلام ده ما لهمش في اكل السمك، الناس اللي هم مش بحرويه او سواحليه. 100 بون واحد بياكل بسرعه بلع عظمه لحمه عظمه تمام. دينشر ان اولد ايج، حته من طقم السنان، اوعى تفتكر ان طقم السنان ده لازم كل السنان، ممكن طقم السنان ده يكون سنه واحده او سنتين وبيلزقوا في السنه اللي قدامها وراها بسلك تمام. فالراجل العجوز الغلبان ده جاي يركب الطقم راح واقع في زوره تمام، يبقى دينشر ان اولد ايج. رازورز ايموس حلاقه اند بينز دبابيس ان بريزونرز اند منتالي ريتاردد بيشنت، طبعا تمام. يبقى مواس حلاقه ودبابيس، المسجون من دول نفسه يطلع اجازه، نفسه ياكل اكله نظيفه، قاعد في العنبر متبهدل بتاع، وطبعا دول مساجين ومسجلين خطر، فيبقى حاطط موس حلاقه تحت لسانه ويروح مصوت ببطنه، اه يا بطني اه يا بطني انا بلعت موس حلاقه، علشان يقولوا تمام ينقلوه المستشفى. اول ما يروح المستشفى هو حاطط موس حلاقه تحت لسانه، اول ما يروح المستشفى قبل ما يقعدوه على جهاز الاشعه علشان يصوروا بطنه يشوفوا موس الحلاقه ده وصل فين، يروح مسهي الدكاتره ومسهي فن الاشعه ويروح مطلع موس الحلاقه تمام، اللي هو دلوقتي فيه تفافه فيه سلايفا، يروح مطلعه ولازقه في ظهره، يجي فن الاشعه يصوره يبان في بطنه تمام، ما هو الاكس راي ده مش 3 دي فتبان في بطنه،
تمام؟ فدي من ضمن الألاعيب بتاع المساجين، تمام؟ البريزونرز، علشان ياخد أجازة إن يوهم الناس إن هو بلع مش حلاقة. طيب، ده تايب أوف ذا فورن بودي، والتايب أوف ذا بيشنت معايا. نيجي للسايت أوف إمباكشن، هيتحشر فين؟ يعني واحد بلع كوين، هيقف فين؟ فوق في الأسوفجس ولا تحت ولا في النص؟ أكتر مكان يقف فيه الكوين أو الفورن بودي حاجة أن إكسبكتد خالص، تحت الليفل بتاع كريكو فارنجيس. ازاي يعني؟ بص بقى، ده الهايبوفارينكس، وده الاسوفاجس، ودي الاستومك. في هنا كونستريكشن اللي هي كريكو فارنجيال سفنكتر، الابر اسوفاجيال سفنكتر. في هنا كونستريكشن اللي هي اللور اسوفاجيال سفنكتر، واحده ان بتوين عند الاورتيك ارش. طيب المنطق بيقول ايه؟ بيقول ان يقف هنا قبل الابر اسوفاجيال سفنكتر. لا، تخيل بيعدي الابر اوسفجيال سفنكتر ويروح جاست مزنوق تحتها، جاست بلو ذا كريكو فارنجيال سفنكتر. ليه؟ لان لما العيل بلع الكوين، الكريكو فارنجيال سفنكتر افتكرته اكل، ففتحت بتريلاكس قدام الاكل، ده الطبيعي بتاعها، الفسيولوجي بتاعها. فتحت، اول ما عدى منها جرحها، فراحت عامله سباز. وعلشان كده دي تكه، واحنا بنشيل الكوين لازم ناخد بالنا منها. لما بندخل المنظار نستنى الكريكو فارنجيال سفنكتر، اول ما تفتح، اول ما تفتح اشوف الكوين اروح لقطه، تمام؟ جاست بلو ذا كريكو فارنجيال سفنكتر اللي هو تحت الابر اوسوفيجيال سفنكتر. ممكن ات ذا ليفل اوف اذر كونستريكشنز، ممكن يبقى فوق هنا، فوق الكونستريكشن الاولاني، فوق الكونستريكشن الاخير، في النص، ولكن الكومن جاست بلو ذا كريكو فارنجيس. طيب ايه الكلينيكال برزنتيشن لعيل بلع فورم بودي ووقف في الهايبوفارينكس او الاسوفاجس؟ ديسفيجيا، خلي بالك احنا جينا لمنطقه الاكل، الهايبوفارينكس والاسوفاجس، تمام؟ وبالتالي صعوبه بلع لان الكوين سادد وان كان بارشيال، يبقى ديسفيجيا صعوبه بلع. ريجرجيتيشن، يعني ايه ريجرجيتيشن؟ كل ما يشرب ميه او عصاير يروح مرجعه تاني، ما بيوصلش الاستومك، اندايجستد فود، لانه ما وصلش الاستومك، تمام؟ لان في فورم بودي حايش فما بينزلش، وبالتالي يرجع الميه تاني. ريجرجيتيشن بين، طبعا بين هنا ريتروسترنال، لو الولد ده بيعرف يعبر كويس يقول لك الحته دي بتوجعني، ده لو كبير شويه، تمام؟ على فكره اي واحد عنده ديسفيجيا تقعد شهور يؤدي الى لوس اوف ويت. انا هنا ما قلتش لوس اوف ويت لان ده حاله اكيوت، ده فورم بودي، تمام؟ وبالتالي ديسفيجيا ريجرجيتيشن بين. تخيل سام تايمز ان الكوين ده يريمين ليتنت فور ويكس اور ايفن مانثز. انا لا انسى مره طلعت كوين مصدي، تخيل بقاله 3 4 اسابيع صدى من السلايفا اللي حواليه، فممكن يقعد ريمين ليتنت، والوعي يبقى عايش، ما هو بيشرب عصاير وشويه اكل بسيط بينزلوا من حواليه، فماشي، فممكن يبقى ليتنت فور ويكس اور ايفن مانثز. ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها الفورم بودي في الاسوفاجس او الهايبوفارينكس؟ هعمل له بلين اكس راي عاديه جدا اللي انت شايفها دي. الاكس راي بتبين الفورم بودي لو ميتاليك، راديو اوبيك فورم بودي، معدن يبان في الاشعه. اما لو الفورم بودي ده فيجيتابل او حته لحمه او مش معدن، مش هتبان، يبقى اسمه راديو ليوسنت. يبقى في الحاله دي ابلغه صبغه الباريوم، يبقى اكس راي وذ باريوم سوار. بصوا بقى، الهايبوفارينكس اهو، الاسوفاجس اهو، وده الفورم بودي، بلعته صبغه الباريوم، صبغه الباريوم الزرقاء دي، تلاقي صبغه الباريوم نزلت كده كده ونزلت من حواليه، وثابت الحته اللي في النص دي مش مسبوغه. ده لو راديو ليوسنت فورم بودي زي حاجه فيجيتابل او حاجه، يبقى لازم باريوم سوالو. طيب انت كده عملت له اشعه وشفت، يا اما بلين اكس راي من غير صبغه لو راديو اوبيك فورم بودي هيبان، او اكس راي وذ باريوم سوالو. عايز اشوف الفورم بودي بعيني، يبقى منظار اوسوفاجوسكوبي، اوسوفاجوسكوبا دخله ماسوره حديد، بنيم العيان اندر جنرال انستيزيا وادخل ماسوره حديد اشوف الفورم بودي بعيني. طب انت شفته دايجنوستيك، شيله يعني بيه هو هو بالاوسوفاجوسكوبي، يبقى التريتمنت ريموفال باي اوسوفاجوسكوبي، تمام؟ يفضل اندر جنرال انستيزيا. ده بالنسبه للكوين او فورم بودي في الهايبوفارينكس والاوسوفاجس، زي ما انت شايف الاكس راي اللي قدامك دي. الديزيز سيمتوماتيك الثاني كروشن اوسوفاجايتس، الكروشن ده ماده كاويه زي البطاس مثلا، واحد بلع بطاس، تمام؟ واحد لا قدر الله بلع ميه نار، ودي شفتها بعيني، بعيني في العصر العيني،
جاي لنا واحد بلع ميه نار وعاش، تمام، واحد بلع كلور، تمام، بينتحر. فالكروجن ده ماده كاويه، البوتاس ده هو الكومن في الاطفال. البوتاس ده ما عادش مستخدم دلوقتي، ولكن دي ماده بيستخدموها في الغسيل، تمام، اسمها البوتاسه الكاويه، اللي هي عباره عن ايه؟ كوستيك بوتاش. ده عباره عن كريستالات بيضه لما بتتحط في الميه في كوبايه ميه، تمام، بتتحول للون ابيض زي اللبن، زي الصوره اللي انت شايفها قدامك دي. فالناس الفقراء ما بيشتروش برسيل ولا اريال علشان يغسلوا بيه، البوتاس ده ارخص في المناطق الفقيره والاقاليم والحاجات دي، فبيشتروا البوتاس ده ويغسلوا بيه. فالست تبقى حاطه الطشت قدامها، لا عندها غساله ولا عندها حاجه، حاطه الطشت قدامها والهدوم وكوبايه زي دي دوبت فيها الكريستالات وحطها جنبها، وكل شويه تصب في الطشت وتغسل الهدوم، كل شويه تصب في الطشت وتغسل الهدوم. جه الواد ابنها الصغير من وراها اتبسط قوي، شاف سائل ابيض في الكوبايه، سائل ابيض عنده يعني ايه؟ لبن. فراح شاربها وهي بوتاس، وبعد كده يلف كعب داير للاسف على مستشفيات مصر، ويصب الاخر للاسف في مستشفى ابو الريش بتاع الاطفال، تمام، بعد ما يحصل له ستريكشر للاسوفجاس نتيجه الفايبروزس، نتيجه للكروجن، التسلخات اللي حصلت، الالسريشن، تمام. هي دي القصه. فالولد ده بنقول له ايه؟ تيك كير، تظبطها مالك، تي ده كروسيف، اوعى تبلعه معايا. فخلوا بالكم من الكلام ده. ما فيش بره في الدول الاوروبيه والكلام ده حاجه اسمها بوتاس، تمام، عندنا بس. في بعض الدول العربيه الفقيره زينا الحقيقه عندهم بوتاس. نيجي بقى للموضوع، كروسيف اسوفاجايتس، سوالونج اوف كروسيف ماتيريال مي بي اكسيدنتال ان تشيلدرن، طبعا اكسيدنتال ان تشيلدرن، افتكروا لبن شربوا، او سوسايدال ان ادلت، زي الراجل اللي حكيت لك عليه بلع ميه نار معايا، كان بينتحر وهو عارف انها ميه نار، تمام. يا اما الماده الكوستيك ماتيريال دي يا اما الكالي زي الكوستيك بوتاش، تمام، يا اما اسيد زي الهيدروكلوريك اسيد، بلاش السلفوريك اسيد، بلاش ميه النار، لان ده انا شفتها اكسبشن، ودي كانت حاله كيس ريبورت الحقيقه، سبحانك يا رب، عقابا لي كان بينتحر بميه نار، فعقابا لي بعد ما بلع ميه النار كل الحته دي اتاكلت، لدرجه ما عادش عنده لارينكس ولا فوكال كورد، الاريتينويدز بس اللي باينه والتراكيه مفتوحه، اتعمل له تراكيوستوم رباني وعلشان كده عاش، ما بيتكلمش بس بيتنفس لان كل ده اتاكل فاتخرم، فاتعمل له تراكيوستوم رباني. لا انسى هذه الحاله ابدا، تمام. فممكن يبقى اسيد، بس هيدروكلوريك اسيد اكتر اللي هو الكلور، تمام، يا اما الكالي اللي هو الكوستيك بوتاش اللي هي البوتاسه الكاويه اللي قلنا عليها. طيب المانجمنت بتاع الكروسيف اوسوفجايتس بتمر بمرحلتين، اول ما بلع الماده الكاويه دي اكيوت ستيج، طبعا تعمل بيرنينج والسريشن في الماوس والفارينكس والاسوفاجس، الالسريشن، تمام، ده الاكيوت ستيج، تسلخات. بعد كده كرونيك ستيج، بعد شهرين ثلاثه يبتدي يحصل فايبروزس وكونستريكشن، تمام، والمساله تبقى بيرمننت. طيب تعالوا نشوف الاثنين ستيجز، كلينيكال بيكشر وتريتمنت. الاكيوت ستيج اول ما الواحد بلع او الطفل ده بلع البوتاس يحس بايه؟ لوكال سيفير ديسفيجي اند بين، ليه؟ علشان الالسريشن اللي حصلت في الماوس والفارينكس والاسوفجاس. هتاخدوا الموضوع ده في الطب الشرعي بالمناسبه، الالسريشن اللي حصلت في الماوس والفارينكس والاسوفجاس بيسموها اشرس، اشرس، انا بسميها اسكرز الحقيقه، لكن هي هم بتوع الطب الشرعي بيسموها الاشرس، اللي هي عباره عن الالسريشن في الماوس والفارينكس والاسوفجاس تسبب له سيفير بين في كل المنطقه دي. طبعا ممكن الطفل ده يجي له سترايدور، ليه؟ لان الماده الكاويه وهي معديه على الهايبوفارينكس لمست اللارينكس، فيجيله لارينجيال إديمة وبالتالي سترايدور، تمام، ده لوكال. جنرال العيان ده يجيله شوك، تمام، اكيوت سيركيولاتوري فيلير، ليه؟ يا اما نيوروجينيك من السيفير بين اللي هنا، يا اما هايبوفوليميك لانه لما حصل ألسريشن ما عادش عارف يشرب فيحصل ديهايدريشن وهايبوفوليميا في الفلويد بتاع الجسم، تمام؟ يبقى اذا الشوك يا نيوروجينيك من البين يا هايبوفوليميك من الديهايدريشن والديسفيجيا. التريتمنت بتاع الحاله دي ايه؟ اول ما بلع البوتاس تتصرف انت ازاي؟ اديله ايميديت ديمالسنت ميلك اند ايج وايت، لبن
وبيض واضربه في بعضيه ويشربه. ليه بقى؟ يعني ايه ديمالسنت؟ بيعمل ديمالشن للوول اللي هو ايه؟ بص ده الهايبوفارينكس وده الاسوفاجس. اول ما بلع الميلك اند ايج وايت يليس على جدار الهايبوفارينكس والاسوفاجس كده، يليس كانك دهنت الجدار بالميلك والايج وايت. فالماده الكاويه اللي هي هنعتبرها الخضره دي ما يحصل لهاش رياكشن مع الوول الحمراء، لان بقى في بارير ما بين الاثنين، ديمالشن. زي بالظبط انت جبت الحيطه بتاع الاوضه بتاعتك ودهنتها، تمام؟ هو ده ميزه الميلك اند ايج وايت، ان بياكت اد ديمالسنت. طيب بعد كده تدي له انتي بايوتيك علشان لما يحصل ulceration ما يحصلهاش انفكشن وسيفير فايبروس وستريكشر ليتر اون، تمام؟ تدي له ستيرويدز. على فكره الاستيرويد هنا لايف سيفنج، تخيل ايميديت لايف سيفنج، علشان اللارنجيال ايديما، يبقى علشان اقلل الايديما لان الاستيرويد انتي ايديميتس، وليتر اون تقلل فايبروزس لان الاستيرويد انتي فايبروتيك، علشان ما يحصلش ستريكشر في الاسوفاجس جامد ويضيق الاسوفاجس، ده ممكن يحصل اوبريتريشن لليومن. إذن الاستيرويد ليه فايدة إيميديت أنتي إيديميتس، وليه فايدة ليت أنتي فايبروتيك، تمام؟ طيب في ناس بقى بيتجرأوا، وده مش غلط ده صح، إن يحط رابر نيزو جاستريك تيوب رايل، اسمها رايل تيوب من النوز لغاية الاستومك، تمام؟ ويسيبها في مكانها شهر ويغذي الطفل بالسرنجة بعصاير بحاجات مضروبة في الخلاط. ليه بقى؟ ليه يحط نيزو جاستريك تيوب؟ ولازم تبقى رابر طرية، لأن لو حاجة ريجيد وفي ulceration ممكن الاسوفجس يحصل له perforation، يعني ممكن يعدي من الاسوفجس على الميدياستاينم. بص ده كده الهايبوفارينكس والاسوفجس، انا هحط نيزو جاستريك تيوب اهي من النوز لغايه الاستومك، رابر نيزو جاستريك تيوب، يقوم لما يحصل ستريكشر يحصل ستريكشر عليها، يقوم ما يحصلش obliteration لليومن to maintain the lumen patent، تمام؟ ممكن نسيبها لمده شهر بالمناسبه عما يحصل هيلينج للالسريشن، بدل ما يحصل فايبروزس الاسطره دي هتمنتين اليومن فيحصل فايبروس عليها وبالتالي يفضل فيه اليومن، تمام؟ طيب ده الاكيوت للكرونيك ستيج. الكرونيك ستيج اللي هو ايه؟ بقاله شهرين ثلاثه فحصل ستريكشر في الاسوفجس فايبروزس. بص لما عملت له اكس راي وذ باريوم سوال الاسوفجس ده تماما ستريكشر، ويروح بعد كده بالريش ويلف كعب داير، تمام؟ بص بقى اللي جاله ستريكشر ده هيحصل ديسفيجيا؟ جنرال، طالما قلت ديسفيجيا اول فور سوليدز اكتر ولا فلويدز اكتر ولا للاثنين؟ طبعا الاول لما يضيق هيبقى اكتر للسوليدز زي الاكل، ولما يضيق خالص اكله ميه سوليدز اند فلويدز، يبقى ديسفيجيا. طيب طالما في ضيق لما يجي يشرب الميه والعصاير تروح راجعه تاني من بقه regurgitation. طيب بقالها فتره وهتمتد يبقى loss of weight. طبعا مفيش بين لان ده كرونيك خلاص، يبقى loss of weight لانه مش عارف ياكل. وعلى فكره هي دي السيمتومز بتاع الاسوفاجس، ديسفيجيا وloss of weight. ايه الديسفيجيا؟ تؤدي الى loss of weight، تمام؟ والregurgitation نتيجه للنارونج. الانفستيجيشنز بقى، انت فاكر ان الاسوفاجس ده مفتوح ليل ونهار؟ الاسوفاجس بتاعك النورمال، انت عارف الاسوفاجس بتاعك يا نورمال لو مفتوح ليل ونهار كان الهواء دخل نفخ لك بطنك قد كده. الاسوفاجس ليومن ولكن بوتنشال سبيس مقفول كده، يفتح ويقفل مع اللقمه، يفتح ويقفل مع اللقمه. ده لو مفتوح كان الهواء دخل نفخ لنا بطننا. اذا هو بوتنشال سبيس، لو عملت له اكس راي مش هيبان، ده سوفت تيشو. لما تبلعه صبغه الباريوم يقوم يفتح والباريوم معدي، صوره، هي الاكس راي دي اسمها اكس راي وذ باريوم سوالو، والباريوم يبان فضي اللون في الاشعه زي ما انت شايفه ابيض كده، تمام؟ ميزه الاكس راي وذ باريوم سوالو توريني ايه بقى؟ توريني ثلاث حاجات، السايت اوف ذا ستريكشر هنا تحت اهو فوق كويس، تمام؟ يبقى السايت، اللينث طوله قد ايه؟ بص هنا اللينث اهو، كل الحته دي ضيقه بس اكتر حته ضيقه دي، تمام؟ يبقى السايت واللينث والديجري، يعني بيعدي قد ايه؟ اليومن ده لسه بيتنت ولا مقفول تماما؟ وبيتنت قد ايه؟ يبقى بيبين لي السايت واللينث والديجري معايا. طب انا عايز اشوف الاستريكشر بنفسي، اعمل له منظار اسوفوجوسكوبي، هتلاقي وايت فايبرس كونسنتريك نارونج، وانت مدخل المنظار تلاقي اليومن وايتش وفايبرس، تمام؟ كونسنتريك نارونج ده بالاسوفوجوسكوبي. التريتمنت بتاع الاستريكشر اسوفاجس
ايه بقى؟ هو كان في اليومن بيعدي الباريوم اللي هو ده، ولا ما كانش في اليومن خالص؟ يبقى بيرميابل كان في اليومن، في بيرميشن، ولا ان بيرميابل ما كانش في اليومن. تمام، بيرميابل يعني ستيل في اليومن بس ضيق، زي الصوره دي الاكس راي دي. تمام، يبقى ستيل في اليومن وضيق، طب ما اوسعه اعمله ريبيت دايليتيشن ازاي؟ بص بقى، بإلاستيك دايليتور، ادخل بدايليتور رفيع كده، ده الإلاستيك دايليتور اللي قلناه قبل كده، إلاستيك دايليتور رفيع، ادخل في اليومن بعد ما تفازلينه وانت حاطط الاسفجوسكوب، ادخل في اليومن الضيق ده وسيبه 3 4 دقائق واطلع ودخل إلاستيك دايليتور اوسع شويه. تمام، 3 4 دقائق وشيله، إلاستيك دايليتور اوسع شويه، ريبيت دايليتيشن. تمام، وبعد كده قوم العيان، فهيضيق بعد كده لان هيحصل كونستريكشن، دخله تاني، علشان كده اسمها ريبيتد عشان يعرف ياكل. في بقى حاجه اسمها البوجيه او 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 بالونه، طريقه البالونه اهي، بص بالونه بدخلها في الاستريكشر واروح نافخها فتروح موسعه الحته الاستريكشر، وهديه بعد شهرين ثلاثه برضو ادخله تاني، يبقى ريبيت الدايليتيشن يا بالالاستيك دايليتورز يا بالون دايليتيشن. طيب لو امبرميبل مفيش ليومن هتوسع ايه؟ اذا كان اصلا في اوبليتريشن ليومن، مفيش كونكشن بين فوق وتحت، هتوسع ايه؟ يبقى في الحاله دي هفتح له الاستومك، هفتح فتحه في الاستومك ياكل منها، اسمها جاستروستومي، استوما يعني فتحه، واحط له منها العصاير والحاجات المضروبه في الخلاط دايركت على الاستومك. تمام، يبقى فتحه في الاستومك اسمها جاستروستومي. طب وبعدين؟ ده حل مؤقت، اروح عامل ريسكشن ري انستوموزيس ازاي يعني؟ بص الاسوفجس اهو، الحته دي ضاقت ما عادش في اليومن خالص، وبعدين دي بقيه الاستومك، اروح شايل الحته دي خالص رماها في الشارع، واروح جايب دي عاملها انستوموزيس مع الاستومك. تمام، ده كبيرمننت تريتمنت، ريسكشن للجزء الستريكشرد وبعدين ري انستوموزيس ما بين فوق وتحت. ده الكرونيك ستيج او الاستريكشر اوسوفجاس اهو، ريسكشن انستوموس اهي. تمام، والالاستيك دايليتور اهو، واحد رفيع قوي واحد اتخن منه وهكذا. ماشي، الالاستيك دايليتور داخل في الكونستريكشن اهو، دخل اهو وهكذا. ده كان موضوع الكروسيف اوسوفجايتس اللي هو بيمر بمرحلتين اكيوت. نيجي للكانسر اوسوفجاس، احنا ماشيين في الديزيزز النيوبلاستيك كانسر اوسوفجاس، جينا لكلمة كانسر مالجنت تيومر، افتكر أي كانسر في البودي من الشعر للرجلين سبع عناوين. إيه هم السبع عناوين دول؟ السبع عناوين الإيج بتاع الكانسر اللي يجي فيه، السكس، البريدسبوزنج فاكتور، الباثولوجي، كلينيكال بيكشر، انفستيجيشن، تريتمنت. دول السبع عناوين اسطمبة في أي كانسر من الشعر للرجلين، من هنا لغاية ما تخلص دراسة. الإيج، وإن كنت هاخد الكانسر أوسوفجاس بسرعة قوي لأن أنا بتاع إي إن تي مش هيجي لي، لكن لازم اعرفه ليه؟ علشان لو جالي خطا عيان ديسفيجيا نتيجه الكانسر اوسوفجاس اعرف اشخصه وابعته لبتاع جي اي تي سيرجري علشان يعالجه. تمام؟ الايدج اللي يجي في الكانسر مور كومن ان اولد ايدج، اولد فوق سن ال 60. السكس طبعا كل الكانسرز اكتر في الميلز طالما بعيد عن البريست والسيرفكس. البري ديسبوزنج فاكتور، احنا قلنا اسطمبه لاي كانسر، سموكنج وراديشن اسطمبه كبري ديسبوزنج فاكتور. تمام، وبزود الكحول في المنطقه دي الهايبوفارينكس والاسوفاجس والاستومك، يبقى الكحول والاوروفارينكس كمان لان ده بيعدي عليه الالكحول. تمام، انت فاكر لما قلت لك حاجه اسمها بلامر فينسون سندروم كرونيك فارينجو اوسوفجايتس باترسون براون كيلي ديزيز، الست اللي كان جوزها ما بياكلهاش وجالها انيميا؟ مش ده قلت لك بري كانسرس بيعمل بوست كريكوت كارسينوما واوسوفجيال كارسينوما، يبقى بلامر فينسون سندروم. يبقى الحاجات الاسطمبه العاديه سموكينج والكحول وراديشن وباترسون براون كيلي ديزيز او بلامر فينسون سندروم، ده البري ديسبوزنج فاكتور. الباثولوجي، اي باثولوجي لاي كانسر اربع عناوين لو انت فاكر، ايه هم الاربع عناوين؟ جروس بيكشر اللي هي نيكد اي 2 اس، مايكروسكوبيك بيكشر، تمام، سبريد وبروجنوزس، دول الاربع عناوين الاسطمبه بتاع اي كانسر. الجروس بيكشر اللي هي نيكد اي 2 اس، شيب وسايت، ايه الشيب بتاع اي كانسر؟ يا مالجنانت ألسر ريزد انفيرتد ايدج ريجولار نكروتيك فلور اندوريتد بيز، يا كولي فلاور ماس، يا مالجنانت نوديول نوديولار انفلتريتيف، ده قانون، ده الشيب بتاعه. السايت اللور
الاسوفاجس هيتقسم الى ثلاث تتلات، اللور وان ثيرد بياخد نصيب الاسد. ليه؟ لانه جنب الاستومك. على فكره من ضمن البريديسبوزنج فاكتور اللي ما قلناهاش برضو ممكن تنضاف جيرد، جاستروسوجيا ريفلكس طبعا، لان بيعمل اريتيشن للور اوسوجيال ميكوزا وبالتالي بيعمل ميتابليزيا معايا. فالجيرد علشان كده اللور وان ثيرد بتاع الاسوفاجس اكتر جزء في الاسوفاجس ممكن يجي فيه كانسر، بعد كده الميدل ثيرد ثم الابر ثيرد. طيب الميكروسكوبيك بيكشر، اسكوما سيل كارسينوما از ذا كومنست، يتبعها الادينو كارسينوما علشان جنب الاستومك زي كل الجي اي تي، زي كل الهيدن دريك. السبريد يا دايركت يا ليمفاتيك يا بلاد، دايركت للسراوندنج ستراكشر للميدياستاينم للتراكية، تمام، السراوندنج ستراكشر للفيرتبري ورا ده دايركت، ليمفاتيك للبارا اورتيك ليمف نودز والميدياستاينال ليمف نودز، بلاد لبلب او بولبول. البروجنوزس فيري باد، فيري فيري باد. هحكي لك حاجه، انا في يوم من الايام كنت خلاص بقيت نائب جراحه عامه، تخيل، كنت مغرم جدا بالجراحه، نفسي ابقى جراح عظيم. ايه انف واذن اللي قد كده؟ ايه رمض اللي قد كده؟ مع احترام لدكاتره كل برانش، انا عايز ابقى بتاع جراحه عامه. ففعلا كنت مبهدل نفسي في اسم الجراحه العامه وكانت جي اي تي. وبعدين جالي احباط جدا ان كل عيان كانسر اسوفاجس يدخل بيموت، كل عيان كانسر اسوفاجس يدخل بيموت. البروجنوز فيري باد، هربت من الاسم لدرجه رئيس الوحده قعد يدور عليا واتصل بيا، انت ازاي مش احنا قلنا لك خلاص هتبقى النائب بتاعنا؟ هربت، ما اقدرش. ديبريسيف الحقيقه. فالبروجنوزس فيري باد. الكلينيكال بيكشر بتاع الكانسر اوسوفاجس، ديسفيجيا، صعوبه بلع، خلي بالك احنا في الاوسوفاجس اللي هي ديسفيجيا ريجرجيتيشن لوس اوف ويت، معاه ديسفيجيا. اولا ديسفيجيا بروجريسيف عماله تزيد، لان ده كانسر بيزيد معايا، بيستارتس الاول فور سوليدز ولما يقفل خالص سوليدز اند فلويدز. بص قانون عام، الحاجه الوحيده اللي فور فلويدز اكتر نيوروماسكولار، تمام، لانها بتعتمد اكتر على البريستاليسيس، ماشي. يبقى ده كانسر سادد، يبقى اكتر سوليدز وبعد كده سوليدز اند فلويدز. طبعا ما بياكلش، يبقى لوس اوف ويت اللي هي كاشيكسيا. ريجرجيتيشن، يجي يشرب الميه او العصير علشان الانسداد يروح مرجعه تاني، اندايجستد فود. بين، ريتروسترنال بين. هيماتيميسيز اند ميلينا، دم من فوق هيماتيميسيز، ميلينا دم من تحت، معايا؟ طيب انا عايز اقول ان بي حمراء هنا بمناسبه ديسفيجيا اند لوس اوف ويت. اي واحد اولد ميل يجي لك بديسفيجيا مع لوس اوف ويت فور مور ذان 1 مانث شود بي كونسيدرد يا كانسر هايبوفارينكس يا كانسر اوسوفاجس. اكتر اتنين كانسر يعملوا بروجريسيف لوس اوف ويت كاشيكسيا اسرع، مش اكتر، اسرع اتنين كانسر الهايبوفارينكس والاوسوفاجس، لان ده مجرى الاكل، يتبعهم الاستومك، تمام. وبالتالي ده كلام مهم جدا. الانفستيجيشنز بقى بتاع الكانسر اوسوفاجس، طبعا اهم اتنين انفستيجيشن في اي كانسر سي تي وبايوبسي، سي تي وبايوبسي، معايا؟ طيب بايوبسي بالاسوفاجوسكوبي بالانذار، بس انا ممكن اعمل له باريوم سوال علشان الاسوفاجس يفتح واصوره. بقول لك بتلاقي حاجه زي دي للفار، افتكر الكلمه دي، الريجولار فيلينج ديفكت رات تيل ابييرانس، اهي اهي اكس راي وذ باريوم سوال. ما هي الاكس راي البلين العاديه من غير صبغه مش هتبين، فاذا تلاقي الاسوفاجس الصبغه مليته وبعد كده مسحوب من واسع على ضيق على ضيق على ضيق وبعدين الاستومك بدات، يبقى عامل زي ديل الفار اللي هي الصوره دي رات تيل ابييرانس، يبقى ده كانسر اسوفاجس في اللور بارت، معايا؟ اسوفاجوسكوب واخد بايوبسي اعمل له سي تي بالديتكت السايت والسايز والاكستنشن، ولو في ميدياستان ليمف نود، لو في ليمف نودز اعمل له ميتاستاتيك ورك اب لانج ليفر بون برين لو انت فاكر، مش هناخد فيها وقت. نيجي للتريتمنت بتاع الكانسر اسوفاجس، ايه العلاج؟ هو العين جالك ايرلي ولا جالك ليت؟ وهنا بالذات في الاسوفاجس لازم الكلمه دي تتقال، لان كونه يجي لك ليت وتدي له بلعه التريتمنت ده كومن قوي، لان ده كانسر الحقيقه بتاع الاسوفاجس ده بيموت بسرعه بسرعه، وبالتالي ممكن بلعه التريتمنت لو جاي لي باكستنسيف تيومر وعامل ميتاستاسيز او اكستندد للفيرتبرال كولمن والميدياستاينال ستراكشر، خلاص يبقى بليشن بديله علاج لغايه ما ربنا ياخد بايده.
تمام. الباليتيف تريتمنت زي ايه؟ بين كيلرز، سترونج انالجيزكس، سيرجيكال، بس هنا باليتيف سيرجري اللي هو ايه؟ الاسوفجس يتسد خالص، اسيبه يموت من الجوع؟ لا، اعمل له جاستروستومي، افتح له الاستومك وادي له حاجات ياكل منها. تمام. ممكن تعمل له كولون باي باس، يعني الاسوفجس ده فيه كانسر سيبه، وهات له حته من الكولون ووصلها بفوق بتحت. الله يرحمه الريس زمان اللي مات، كان مسميها كولوم باي باي. يعني لما راح يزور معهد ناصر قال لهم مش دي بتاع الكولوم باي باي، هي فعلا كولوم باي باي لان دي بالياتيف. تمام. يبقى كولوم باي باس ما بين الاسوفجس، حته من الكولون ما بين الاسوفجس والاستومك. تمام. كولوم باي باس. ممكن اديله بالياتيف ريديوثيرابي. الباليتيف ريديوثيرابي هنا بقى بنحط له انبوبه لوكال تشع كوبالت، كوبالت مشعه معايا، يعني الاسوفجس اهو وفي كانسر، تروح جايب له تيوب ماده من الكوبالت مصنوعه من الكوبالت المشعه وتحشرها جوه الاسوفجس، تقوم هي تشع الراديشن، يقوم قال ايه يموت، وهو فعلا كده يموت الكانسر سيل، فيعيش العيان شويه ده بمشيئة ربنا. تمام. يبقى ده اسمها سوتارز تيوب، سوتارز تيوب. وبالمناسبة في سيليستين تيوب، واحد مصري ربنا يديله الصحة اللي انا هربت منه علشان ما بقاش نايب عنده، بتاع جراحة الجهاز الهضمي، هو اللي صنعها. سيليستين تيوب بيتحط برضه في الاسوفجس، وعبارة عن مادة مشعة تقلل او تموت الخلايا السرطانية. كيموثيرابي، ممكن اديله علاج كيماوي يكشش الكانسر شويه. اديكوت نيوتريشن، اجيب زميلي بتاع البطنه يعمل له اي في فلويدز ويظبط لي الفلويدز علشان ما يحصلوش الكترولايت امبالانس. بالمناسبه دي جاستروستوم، فتحه في الاستومك تمام ومقفوله بقسطره، وكل شويه تضرب له حاجات في الخلاط على الاستومك دايركت، ده اللي هي الباليتيف جاستروستومي. طيب نيجي للكيوريتيف بقى. لو العيان ده جالك ايرلي، يعني ممكن الكانسر يتشال ويعيش، يبقى ايه المانع؟ ده في الحاله دي اسمه اوبرابل كيس، اوبرابل يعني الاوبريشن ممكن تجيب نتيجه. تمام. اعمل له سيرجيكال اكسيجن اند ري انستوموزيس، اهي شلت الكانسر ده اللي في الاسوفجس ده، وبعد كده عملت انستوموس ما بين الاستومك والاند بتاع الاسوفجس اللي فوق. تمام. ودي له بوست اوبرتيف ريديوثيرابي، ما احنا قلنا ده كانسر البروجنوس باد، وبالتالي هيبقى كومبايند، يبقى سيرجيكال اكسيجن مع ري انستوموزيس وريديو بوست اوبرتيف ريديوثيرابي. ده كان موضوع الكانسر اسوفجس. الان بالحمراء هنا قانون عام، اي اولد ميل الكانسر اكتر في الاولد والميل، مع ديسفيجيا، مع لوس اوف ويت كاشيكسيا بقاله اكتر من شهر، يا كانسر اسوفجس يا كانسر هايبوفارينكس. شوف الراجل كشكتك ازاي، الصوره اللي انت شفناها المره اللي فاتت، خلي بالك وزنه. بالمناسبه انا نسيت اقول لك على حاجه، يعني ايه كلمه لوس اوف ويت؟ ما ممكن واحد يكون بيعمل دايت وبيفقد وزنه، لا، كلمه لوس اوف ويت معناها لوس اوف، ده طبيا علميا معناها لوس اوف مور ذان 10% اوف ذا بودي ويت ان ليس ذان 6 مانثس. يبقى لو فقد اكتر من 10% من وزنه في خلال فتره اقل من 6 شهور، دي اسمها لوس اوف ويت، دي تهتم بيها وتاخد بالك منها. نيجي للكوزس بتاع الاستريكشر اسوفاجس بقى، التجميعه اللي هي تجميعه للي فات كله. ايه الكوز بتاع الاستريكشر اسوفاجس؟ انت قلت لي ممكن كونجنتال اتريزيا، تروماتيك زي الكروسيف، كروسيف وحصل استريكشر، انفلاماتوري زي بلامر فينسون سندروم، فاكر الكرونيك فارينجو اسوفاجس لما كانت بتعمل ويب اهي، ويب اللي هو فايبرس كونسنتريك ناروينج ويبنج، اللي ساعه ما قلت لك هو ده الويب اللي بين الصوابع. تمام. نيوبلاستيك في الاسوفاجس، يا بيناين ليوميوما ودارير، يا مالجنانت كارسينوما وحصل مالجنانت ستريكشر. ميسيلينياس اللي هو لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري، حاجه اسمها سكليروديرما. ايه السكليروديرما ده؟ ده اوتو اميون ديزيز. تمام. بيحصل سبكيوتينيوس فايبروزس، يعني بيأفكت السبكيوتينيوس تيشو، يحصل فايبروزس. طب ما انا زمان قلت لك في تاني محاضره في الفارنكس، قلت لك معظم الديس اللي بتيجي في السكين بتيجي في الميكوزا، مش جسم الانسان اوتر كفر سكين وانر لايننج ميكوزا، فاللي بيجي هنا بيجي هنا، ده اكتوديرم وده اندوديرم، الاثنين ولاد عم. وبالتالي زي ما حصل سبكيوتينيوس فايبروزس
بيحصل صب ميكوزال فايبروزس، فيقوم يحصل صب ميكوزال فايبروز في الاسوفجس، يقوم يحصل ستريكشر اسوفجس في السكليروديرما. على فكره السكليروديرما ده انت بتشوفه احيانا في الشارع كتير، الناس اللي بتلاقيهم جلدهم ناشف ده وتلاقي عنده علامه سودة هنا وتقول ده راجل تقي عنده علامه صلاه، ممكن تكون علامه صلاه بس هو معظمهم سكليروديرما، زي الممثل المشهور اللي كان عنده علامه صلاه هنا الله يرحمه، ده كان سكليروديرما. تمام، فالسكليروديرما زي الصوره دي بتعمل صب ميكوزال فايبروزس وناروينج. الاكاليزيا اوف ذا كارديا من ضمن الميسيلينياس ديزيز، اكاليزيا اوف ذا كارديا، كلمه اكاليزيا افتكر الكلمه دي، اكاليزيا 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 يعني ايه؟ dilatation في lower two thirds of the esophagus، dilatation في lower two thirds of the esophagus. طب هي dilated قوي كده ليه؟ علشان سبازم في الكاردياك سفنكتر في lower esophageal sphincter قفلت، فالاكل قاعد يتجمع يتجمع نفخ lower part بتاع الاسوفجس. تمام، يبقى dilatation للتلتين اللي تحت من الاسوفجس lower two thirds of the esophagus. ليه؟ علشان defect في الاورباخس بليكسس اوف نيرفز، ده الاورباخس بليكسس اوف نيرفز تمام اللي بيغذي اللور بارت اوف ذا اسوفجس، حصل فيه ديستربنس ادى الى اسبازم في اللور اسوفجيال سفنكتر. دي اسبازم، اسبازم يعني قفشه جامد او فيلير اوف ريلاكسيشن، مش قفشه لكن ما بتفتحش قدام اللقمه. هو النورمال ايه؟ النورمال ان اول ما بتاكل اللقمه تيجي هنا تروح السفنكتر فاتحه لها البوابه، اول ما تحس بيها تروح معديه تروح قافله تاني. تمام، هنا ما بتستجبش للقمه، فيلير اوف ريلاكسيشن، فضلت قافله. السبازم يعني قفشه، فيلير اوف ريلاكسيشن يعني ما بتفتحش قدام اللقمه. تمام، طيب الكلينيكال بيكتشر بتاع الاكاليزيا اوف ذا كارديا، اولا دي تيجي في الميدل ايج نيوروتيك فيميلز، يعني ايه؟ تيجي للستات في منتصف العمر العصبيات اللي عمالين يفكروا المؤسوسات. تمام، فيحصل سبازم لانها انا قلت لك نيوروجينيك، سبازم في الكاردياك سفنكتر، تيجي تاكل تقعد ترجع، تيجي تاكل تقعد ترجع، ترجع undigested food لسه ما وصلش الاستومك. تمام، لانه الاوبستراكشن فوق الليفل بتاع الاستومك في الكاردياك سفنكتر او اللور اسوفجيال سفنكتر. يبقى اذا اكتر في الميدل ايج نيوروتيك فيميلز. نيجي بقى للكلينيكال بريزنتيشن، ديسفيجيا. بنقول اكتر للسوليدز ولا الفلويدز؟ اول مره اقول اكتر فور فلويدز ذان فور سوليدز، لان ده نيوروماسكولار مش انا قلتها لك. تمام، يبقى اكتر للفلويدز. خلي بالك من حاجه، انت لما بتشرب ميه الميه ملهاش تقل زي البولس اوف فود زي الاكل. ازاي يعني؟ لان الميه بتتبعزق، الميه بتتبعزق جوه الاسوفجس فملهاش ويت جامد بالجرافيتي. اما البولس اوف فود الاكل اللقمه بتتبلع لها ويت بالجرافيتي، ماسكه نفسها فبتنزل بالجرافيتي، اما الفلويد بيتبعزق فبيفقد الجرافيتي بتاعته، معايا؟ بيبقى وزنه اقل، وبالتالي هنا في سبازم في السفنكتر، فلما اللقمه تتحوش هنا هتعدي بالجرافيتي غالبا. اما الفلويد متبعزق فيبقى ديسفيجيا اكتر فور فلويدز. اول مره اقول فور فلويدز، اي نيوروماسكولار يبقى الديسفيجيا اكتر للفلويدز. والديسفيجيا دي انترميتنت ولا على طول؟ لا انترميتنت، مع نيوروزس مع العصبيه يحصل سبازم. يعني ممكن تلاقي الست دي كويسه قوي اسبوعين ثلاثه اربعه وتلاقيها زعلت من جوزها ولا شكت ان جوزها يتجوز عليها، تلاقيها بدات تمسك بطنها وكل ما تيجي تاكل لقمه او تشرب تروح مرجعاها وهكذا. انترميتنت افتر نيرفس شوك، ماشي الكلام؟ ميدل ايج نيوروتيك فيميلز. وعلشانها اكتر فور سوليد فور فلويدز وعلشانها انترميتنت، لهذين السببين اللي هم ايه؟ اللي هم مور فور فلويدز اكتر من سوليد، السوليدز بينزل بالجرافيتي. تمام، وانترميتنت ما تعملش لوس اوف ويت، نو لوس اوف ويت. ايه رايك بقى؟ مع انها فيها ديسفيجيا لكن نو لوس اوف ويت. وبعدين ريجرجيتيشن اوف اندايجستد فود، زي ما انا قلت لك ما وصلش الاستومك، يبقى ديسفيجيا ريجرجيتيشن نو لوس اوف ويت، والديسفيجيا اكتر للفلويدز من السوليدز لانها نيورومات. نيجي للانفستيجيشنز بقى، وما هو الاسوفاجس كانفستيجيشن؟ اللي باريوم سوال واسوفاجوسكوبي. يبقى باريوم سوال اكس ري ويز باريوم سوال، والصوره دي الاقي دايليتيشن في اللور تو ثيرز اوف ذا اسوفاجس مع سموث تيبرنج لور اند. خلي بالك الكانسر اسوفاجس كان ايه؟ كان ريد تيل ابيرنس ريجولار فيلنج ديفكت، ده كانسر. اما ده سموث تيبرنج لور اند، هتلاقي كده كده
وبعدين الضيق وبعدين كده اسمه ستيبرنج لور اند. ده الاكاليزيا معايا. اوسوفوجاسكوبي برضه هدخل له المنظار الاقي دايليتيشن في اللور تو ثيردز اوف ذا اوسوفوجاس. طيب نيجي بعد كده للتريتمنت بتاع الاكاليزيا. مش هي عصبيه؟ طب ما تهديها شويه، يبقى لها ميديكال تريتمنت اللي هي سيديتيفز علشانها نيوروتيك زي الديازيبام. ادي لها ماسل ريلاكسنت، مش هي في سبازم في المصل؟ ادي لها ماسل ريلاكسنت فور كارديو سبازم علشان السبازم بتاع الكاردياك سفنكتر. ده الميديكال. سيرجيكال، طب ما توسع لها الكاردياك سفنكتر اللي هي قفشه دي. اهي اندوسكوبك دايليتيشن، اهي الصوره دي المتحركه. تمام، الفيديو اللي قدامك ده ادخل دايليتور بالونه وانفخها جوه الكاردياك سفنكتر فتقوم توسع دي معايا، يبقى اندوسكوبك دايليتيشن للكاردياك سفنكتر. ولو ضاقت تاني ادخلها تاني واوسعها بالاسوفجوسكوب. الاسوفجوسكوب اللي هو الاندوسكوب يعني. طيب تم تقطع الاستك بتاع الكاردياك سفنكتر، يعني الكاردياك سفنكتر قفشه تمام، دي استك محوط، تم تقطعه. بص الحركه دي الاستك اهو، تعالى واقطعه، بس خلي بالك سيب الميوكوزا اللي جوه انتكت. تمام، يبقى قطعت الاستك اسمها كاردياك سفنكتر، يبقى قطعها اسمها كارديومايوتومي او هيلرز اوبريشن. اهي بص اهي شقتها كده، بقت المنظر ده، فتحت الاستك فتح. طب ما كده الجاستريك جوس هيطلع على الاسوفجاس، يا اخي اديله انتي اسيد واوميبرازول وحاجات من دي وخلاص معايا. يبقى كارديومايوتومي او هيلرز اوبريشن علشان القفشه بتاع الكاردياك سفنكتر. طيب تم بدل ما تفتحها والاستك يوسع قوي، تم توسعها سنه اللي هي كارديوبلاستي. كارديوبلاستي دي تجميل بقى، اللي هو ايه؟ اشقها بالطول واخيطها بالعرض. ازاي؟ بص بقى الجلد بتاع ايدي ده، لو انا عملت جرح بالطول اهو بالمشرط كده اهو تمام، وعايز اخيطه بالعرض، الجرح فيرتيكال، وعلشان اخيطه بالعرض كشكشت الجلد وخيطته بالعرض، خليت الطول عرض، فتلاقي الجلد كشكش، فالسفنكتر توسع. يعني انا دلوقتي السفنكتر اهي، السفنكتر اهي كده، هشق بالطول تقوم توسع معايا كده، واروح مخيطها بالعرض فوسعت، وسعتها اللي هي كارديوبلاستي اهي، شقتها الصوره اللي تحت خالص، شقتها بالطول فيرتيكال وخيطتها بالعرض اهي فوق اهي. تمام كده، كارديوبلاستي علشان ما تبهوقش جامد. ده كل ده علشان اوسع الكارديك سفنكتر، ده موضوع الاكاليزيا اوف ذا كارديا، وبتتعمل دلوقتي بالمنظار بالمناسبه باللابروسكوب من بره. جلوبس هيستريكس او جلوبس فارنجس. ايه الجلوبس هيستريكس او جلوبس فارنجس؟ بامانه انا بسميه حاجه لذيذه جدا علشان تعرفوا، بسميه كانسر فوبيا. كانسر فوبيا، الرعب من السرطان. كانسر فوبيا، الرعب من السرطان. قصه الست دي ايه؟ هو يجي للستات اكتر، بس بالمناسبه يعني انا ليا واحد صاحبي الحقيقه استاذ جراحه عامه، هو مش استاذ، هو لواء جيش بتاع جراحه، لواء طبيب، وصاحبي جدا وبحبه جدا. كل ست سبع شهور، هو علشان شغال في شي اي تي كانسر، كل ست سبع شهور يجي حاسس ان عنده كانسر هنا، خايف لانه بيلاقي يشوف عينين كتير، وبالتالي اقعد اقنعه ان ما عندوش كانسر. قصه الناس دي ايه؟ وبالذات يجي للستات اكتر، او الناس اللي بيفكروا كتير وخايفين من الكانسر. يقول لك ايه؟ دكتور انا عندي حاجه واقفه هنا. حاجه زي ايه يعني؟ حاجه بتطلع وتنزل مع البلع وقفشه وفي النص. طيب بتطلع وتنزل مع البلع وقفشه وعامله لك صعوبه بلع، بتحسها امتى؟ وانا ببلع ريقي يا دكتور، وانا باكل، لا الاكل بينزل طبيعي لان مفيش حاجه، وانا ببلع ريقي يبقى سبازم في المصل. كانسر فوبيا. تمام، جلوبس هيستيريكس، كانسر فوبيا او جلوبس هيستيريكس، سبازم في المصل. سنسيشن فلامب، احساس ان في حاجه واقفه. ماس لامب، سنسيشن فلامب ان ذا ثروت وذ نو اورجانيك كوز، وذ نو اورجانيك كوز. تمام، الايتيولوجي بتاعها انون، لكن هي سايكولوجيكال كانسر فوبيا. سايكولوجيكال، انت عارف الست دي قصتها ايه؟ جارتها جالها جويتر، والست دي قصتها ايه؟ قريبها جاله كانسر لارينكس. هي سمعت عن حاجه في المنطقه دي فحست بوجع زيهم، وحاجه بتتحرك اب اند داون،
الوسواس، تمام؟ ده جلوبس هيستيريكاس او جلوبس سنسيشن. الكلينيكال بيكتشر هو الديفينيشن، سنسيشن اوف لامب اللي هي ماس يوجوالي ان ذا ميد لاين ديورنج سوالونج اوف سلايفا وهي بتبلع عيقها، ابسنت ديورنج سوالونج اوف فود وهي بتاكل. ايه الانفستيجيشن؟ اعمل لها كل الانفستيجيشن اللي انت عايزها، اكشف عليها واعمل لها انفستيجيشن هتلاقي كل حاجه نورمال. يعني الباريوم سوالو بينزل طبيعي ومفيش ريجولار فيلينج ديفكت ولا حاجه، لو عملت لها اوسوفجوسكوبي كله نورمال، حتى الفيديو في الاوروسكوبي لو بلعتها صبغه وصورتها فيديو وهي نازله هتلاقي نورمال، فيديو في الاوروسكوبي نورمال. التريتمنت سايكولوجيكال اشورنس، ما تقلقيش يا ستي ما عندكيش حاجه صدقيني، تمام؟ ولو عندها جيرد الجاستروجيا ريفلكس احيانا يزود المساله، اديها علاج للجاستروجيا ريفلكس للجيرد، تمام؟ وافتكري كلامي ده، اخرجي من عندي افتكري كلامي ده، ما عندكيش حاجه. عارفه اللي ماشي يقول انا مش قصير قزع انا طويل واهبل، اعملي كده، الدكتور قال لي ما عندكيش حاجه، الدكتور قال لي ما عندكيش حاجه، هو ده السايكولوجيكال اشورنس، ده جلوبس هيستيريكاس. نيجي الموضوع لذيذ جدا، الجيرد جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز او ارتجاع فم المريء، تمام؟ دي الاستومك، كل دي الاستومك، وده الاوسوفاجس، ودي الكاردياك سفنكتر. يا الكاردياك سفنكتر هوت، يا اما الجاستريك جوس الاسيدت بتاعته زادت. الاند ريزلت ايه؟ ان الجاستريك جوس طلع على الاوسوفاجس عمل لك هارت بيرن، حرقان في فم المعده، تمام؟ حرقان في فم المعده. وعلى فكره احيانا العيان ما يحسش بالحرقان، في حاجه اسمها سايلنت جيرد، تمام؟ ويبقى عنده كل المانيفستيشن ومش حاسس بحرقان، هارت بيرن، تمام؟ ده عباره عن ايه بقى؟ جيرد او جاستريك ريفلكس ديزيز، ريفلكس اوف جاستريك كونتنت اللي هي جاستريك جوس انتو ذا اوسوفاجس، وممكن يطلع من الاوسوفاجس على الفارنكس يعمل لي فارنجايتس، ممكن يطلع على اللارنكس يشرق يروح واقع جوه اللارنكس والتراكيه يجي له تشوكنج اتاك، شرقه وكحه، تمام؟ ايه السبب بتاع الجيرد او جاستريك ريفلكس؟ انا قلتهم لك، يا اما فيلير اوف ريلاكسيشن للكاردياك سفنكتر اللي هو اللور اوسوفجيال سفنكتر، تمام؟ يا اما الجاستريك سكريشن زاد هايبر اسيديتي، يبقى ديكريزد في اللور تون بتاع اللور اوسوفجيال سفنكتر. طب ديكريزد في اللور تون هوت الاستيك هو بتاع الكاردياك سفنكتر بايه؟ بالهايتس هيرنيا، حته من الاستومك هيرنييتد في الدايفراجماتيك اوبننج دي، تمام؟ يا اما سموكينج، التدخين بيضعف الكاردياك سفنكتر. الكحول نفس الكلام، الفاتي اسيدز، تمام؟ الفاتي فود، تمام؟ نفس الفكره، بالذات الناس الاوبيز، او انكريزد جاستريك سكريشن. زي ايه؟ الاستريس، التوتر يزود الجاستريك سكريشن ويعمل هايبر اسيديتي. الكافيين، خلي بالك من حاجه، لازم تمنع الناس دول من شرب القهوه ومشتقاتها اللي هي كابتشينو والنسكافيه. الكابتشينو والنسكافيه العن من القهوه نفسها، ده بيزود الجاستريك سكريشن معايا. والسبايسي فود، وحتى المياه الغازيه كمان. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاع الجيرد بقى بتاع الجاسترو ريفلكس، اولا سيمتومز ريليتد للاسوفاجس هنا اللي هي الهارت بيرن واخواتها، وبعدين الجاستريك جوس تطلع على الفارنكس فارنجايتس وديسفيجيا، وبعدين تقع على اللارنكس يشرق ويكح. اهي اسوفجيال سيمتوم، هارت بيرن وشست بين. يا عمي ده الجيرد من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الانجينا بيكتورس، تخيل الذبحه الصدريه. يعني اللي عنده اسوفجايتس ده ممكن تغلط في تشخيصه وتشخصه على انه ذبحه صدريه، تخيل بيمسك الحته دي سيفير بين معايا. طيب فارنجيال سيمتومز، لما الجاستريك سكريشن ده يطلع على الفارنكس، كرونيك فارنجايتس وريكارنت، لو خدت ثروت سواب هتلاقيها كوزد بالهيليكوباكتر بايلوري معايا. لارنجيال سيمتوم لما يطلع على اللارنكس، ريكارنت لارنجايتس وكرونيك لارنجايتس مع هورسنس وتشوكينج، شرقه وكحه، دراي كاف، تمام؟ ما تنساش حاجه، ان الجيرد بتعمل اريتيشن للميوكوزا، وبالتالي ده بريديسبوزنج فاكتور للكانسر اوسوفاجس والكانسر هايبوفارينكس والكانسر لارينكس حاليا، لان بيحمرى الجيرد لازم يتعالج. نيجي للانفستيجيشنز بتاعت الجيرد، هتعمله باريوم سوالو، هتبلعه صبغه الباريوم، ممكن يبين لك هيتس هرنيا زي دي، حته من الاستومك هرنييتد عن طريق الدايفراجماتيك اوبننج، تمام؟ هتعمل له اوسوفاجوسكوبي، هلاقي بالمنظار الاقي اللور اوسوفيجيال بارت
اكسكوريتد والسريتد وكونجستد. ليه؟ علشان الجاستريك جوس هتلاقي الحته دي كلها حمراء ومرمه لان الجاستريك جوس طلعت بهدلتها. تمام؟ انت فاكر البارتس اوسوفاجس؟ هتلاقي الدنيا كلها كونجستد. تعمل له البي اتش مونيتورنج 24 ساعه بي اتش مونيتورنج. هتحط له مونيتور اهو معايا وتشوف البي اتش بتاع اللور اوسوفجيال بارت. لو لقيته اقل من 4 ده دايجنوستيك. ده اسيدك قوي. معايا؟ هتعمل له اوسوفجيال مانومتري اللي هو بتميجر الانتراليومينال بريشر بتاع الاوسوفجس. تمام؟ فتشوف الانتراليومينال بريشر ده زايد ولا قل نتيجه للجاستريك جوس اللي طالع. هي دي الانفستيجيشن بتاع الجيرد. التريتمنت بتاعت الجيرد ايه؟ اولا ما تاكلش وتنام، اخر لقمه تاكلها قبل ما تنام بثلاث ساعات. تعلي راس السرير، المخده تبقى عاليه علشان الجاستريك جوس ما تطلعش بالجرافيتي لو راسك واطيه. ما تطلعش على فوق، معايا؟ افويد الحاجات اللي تزود الجاستريك سكريشن وتعمل لوس للطون بتاع اللور اوسفجيال سفنكتر. زي افويد الاستريس، افويد الالكول، افويد السموكينج، افويد الكافيين والقهوه ومشتقاتها، الفاتي والسبايسي فود وهكذا. تمام؟ يبقى افويد ايتنج قبل ما تنام بثلاث ساعات، وعلي راس السرير المخده يعني، افويد الاستريس والالكول والسموكينج والكافيين والفاتي والسبايسي فود علشان ده هيزود الجاستريك سكريشن، اليفيشن للهيد اوف بيد اللي هي المخده، اديله بروتون بامب انهبيتور و اتش 2 انتاجونست اللي انتوا خدتوها قبل كده. لها سيرجيكال تريتمنت؟ لو فيها هيتس هيرنيا فاندوبلايكيشن، يعني العين ده كان عنده هيتس هيرنيا اهو، تمام، رحت لاففها وعاملها سفنكتر، يعني جبت حته من الاستومك ولفتها هنا فاندوبلايكيشن، جبت الفندس بتاع الاستومك الفندس اللي هي بقت هنا ولفتها فاندوبلايكيشن، بلايكيشن يعني لفها. تمام؟ يبقى فاندوبلايكيشن علشان اقوي الكاردياك سفنكتر. ده كان موضوع الجيرد او الجاستروسكوبي. منظار المريء، منظار المريء، المنظار اللي انا اقصده كدكاتره انف واذن احنا، ده عباره عن ماسوره حديد بتدخل من بق العيان لغايه بدايه الاستومك اللي هي دي ريجيد وايت تيوب. يبقى لازم اندر جنرال انستيزيا. تمام؟ يبقى ده عباره عن دايركت فيجواليزيشن اوف ذا اوسوفجاس يوزنج اوسوفجوسكوب، لان في حاجه ثانيه اسمها فليكسبل اوسوفجوسكوبي، ده بتاع الجهاز الهضم اللي بيعمله الجاسترولوجيست. تمام؟ ازاي؟ ده اندر سيديشن، يعني مجرد ما يديله سيديشن ويدخل يشوف. اما الاوسوفجوسكوبي بتاعي انا كانف واذن ريجيد وايت تيوب بيدخل اندر جنرال انستيزيا. انا رايح اعمل منظار النهارده، ليه؟ ايه المبرر؟ ايه الانديكيشن بتاع اي منظار؟ منظار انف، منظار شعب هوائيه برونكوسكوبي، منظار اوسوفجاس، منظار استومك، ايه الانديكيشن بتاع اي منظار؟ يا للتشخيص يا للعلاج. فاكر النزل اندوسكوبي؟ رايح اعمل نزل اندوسكوبي النهارده ليه؟ اصل عندي نزل اوبستراكشن هيشوفه، اصل عندي بيستكس وهيشوف الدم جاي منين، اصل عندي سيفرانوريا وهيشوفه نازله منين. تمام؟ ده دايجنوستيك. او هيشيلوا لي بوليباي، او هيشيلوا لي تيربنت، يبقى ده ثيرابيوتيك. يبقى اذا اي منظار في الدنيا دايجنوستيك وثيرابيوتيك. لو انت فاكر الاندوسكوبك ساند سيرج نفس الكلام، دايجنوستيك ده الانديكيشن تو ديتكت الكوز اوف ديسفيجيا. واحد جاي يقول لك انا عنده صعوبه بلع، اعمل له منظار وشوف السبب. وعلشان لو لقيت تيومر اخد بايوبسي، ده دايجنوزيس علشان يشخص التيومر ونوعه ايه. ثيرابيوتيك، عيل بلع كوين هتشيله ازاي؟ تدخل راسه الكوسكوب وتشيله، يبقى تريموف الفورم بادي. واحد عنده بناين تيومر تو ريموف ليومايوما، بناين تيومر مثلا. الكانسر لا، الكانسر محتاج تفتح وسيفتي مارجن حواليه والكلام ده. تمام؟ يبقى تريموف بناين تيومر بالمنظار. تو دايليت ستريكشر، عيل بلع بوتاس وجاله فايبرس نارونج وستريكشر في الاسوفجاس، ما انت بتعمل له ريبيت دايليتيشن بالالاستيك دايليتور عن طريق الاسوفجوسكوب اللي هو المنظار. وبالتالي ثيرابيوتيك علشان اريموف فورم بودي، علشان اريموف بناين تيومر، وعلشان اعمل ريبيت دايليتيشن لستريكشر اسوفجاس. ده الانديكيشنز. امتى تخاف تعمل منظار اسوفجوسكوبي للعيان؟ لو انت خايف ان المنظار يخرم الاسوفجاس، لان ده ماسوره حديد. طب امتى تخاف المنظار يخرم الاسوفجس؟ بص بقى، لو عنده اورتيك انوريزم، الله، مش الاورطه هنا دايس على الاسوفجس، فانت تيجي تدخل بالماسوره الحديد دي في جوه الاسوفجس، انت كده بتدوس على انوريزم يفرقع،
يبقى لو في اورتيك انوريزم، لو انت عارف ان عنده اورتيك انوريزم في الاكيوت ستيج بتاع الكروسيف، ولا لسه بلع متوس حالا الاسوفجاس فرايبل ده، اذا كنت بقول لك بتحط له الاستيك نيزو جاستريك تيوب، وانا نفسي ما بعملهاش، بخاف الا الاستيك رابر تيوب دي تخرم الاسوفجاس وتروح على الميدياستاينم، تقوم تقول لي ممكن اعملها في الاكيوت ستيج وفي السريشن والاسوفجاس مهري، تمام، وبالتالي في الاكيوت ستيج بتاع الكروسيف الاسوفجايتس ما ينفعش. في الكرونيك ريبيت دايليتيشن في الفايبروزس، في السيفير كايفوزس الاحدب. ايه هو السيفير كايفوز بقى؟ بص، الكايفوزس يعني الواحد ظهره كده فالاسوفجاس معوج زيه، تيجي تدخل المنظار تخرمه، كل البعبع بتاعي ان انا اعمل بيرفوريشن في الاسوفجاس. لو الاسوفجاس ده كينكد في الكايفوزس، الواحد اللي ظهره مقتب كده متني في كايفوتيك، اذا هتيجي تدخل المنظار هتخرم الاسوفجاس، يبقى تعمل له فليكسبل احسن، فليكسبل اسوفجوسكوبي، تمام. هو ده كونترا انديكيشن، ان انا خايف اعمل بيرفوريشن في الاسوفجاس. ايه هو بقى البرفوريشن بتاع الاسوفجاس اللي هي كومبليكيشن؟ ايه هو البرفوريشن بتاع الاسوفجاس؟ او اشخصه ازاي لما يحصل؟ اولا العيان يفوق من البنج بعد ما عملت له الاسوفجوسكوبي يحس بسيفير بين، ريتروسترنال بين، لانه اتعور الاسوفجاس اتخرم، يبقى سيفير ريتروسترنال بين. يجي ياكل ديسفيجيا، ما هو مخروم وبالتالي في الم مع الاكل، ديسفيجيا، تمام. ديزنيا ليه؟ قول لي. بص بقى، في هنا لانج وهنا لانج على جانبي الاسوفجس، تمام، فيجيله انفكشن ميدياستاينايتس لما الاسوفجس اتخرم، ميدياستاينايتس، وممكن الهواء اللي وانا مدخل بالمنظار هنا، الهواء دخل من المنظار على التير بتاع البلورا، لان في بلورا هنا على جانبي الاسوفجس بتغطي اللنج، فانا خرمت البلورا فراح داخل الهواء في البلورا الساك، عمل نيوموثوراكس، فده يعمل ايه؟ ديزنيا، تمام. يبقى ديزنيا ديو تو يا اما السلايفا والاكل اللي شربه او الميه دخلت الميدياستاينم من البرفوريشن ميدياستاينايتس، يا اما هواء، يبقى نيوموثوراكس، دول عملوا لي ديزنيا. لو عملت له اكس راي، اكس راي عاديه جدا بدون اي صبغه، هتلاقي ممكن الاقي فيه هواء في الميدياستاينم سيرجيكال انفيزيما، يا اما هوا في البلورا نيوموثوراكس ولان كولابس. اذا قانون عام، بعد اي اسوفاجوسكوبي لازم اعمل عيان اكس راي شيست، بالذات لو انت شكيت ان الاسوفاجس اتخرم بيرفوريتد، علشان اشوف هل في هوا في الميدياستاينم سيرجيكال انفيزيما، او سيرجيكال انفيزيما اللي هو هوا تحت الجلد يعني، او هوا في البلورا نيوموثوراكس. التريتمنت بتاع البيرفوريتد اسوفاجس ما تطلعوش من المستشفى، مش هو الاسوفجوسكوبي ده اتعمل جوه المستشفى، انت شكيت انك خرمت وعملت اكس راي ولقيت فعلا نيوموثوراكس، ما تطلعوش من المستشفى، خليه محجوز في قلب المستشفى هوسبيتالايزد، وياخد سيستميك انتيبايوتيك باي انجكشن تو بريفنت ان يجيله ميدياستاينايتس، والا تبقى مصيبه، وما ياكلش بقه ابدا لان الفلويد والاكل هيدخلوا على الميدياستاينم، تمام. يبقى ناثينج بير ماوس، يتغذى بالاي في فلويد. طيب ولو المساله شدت وعمل انفكشن في الميدياستاينم، انسيجن ودرينج، ده دكتور الكاردوثوراسك سيرجري بقى، زميلك بتاع قلب وصدر هو اللي يجي يعمل فتح انسيجن واكسترا انسيجن ودرينج وكلوجر للبرفوريشن، يقفل الثقب اللي حصل في الاسوفاجس. الديسفيجيا، تخيل ان احنا بناخد موضوع الاسوفاجس علشان اوصل للموضوع ده، ديسفيجيا، صعوبة البلع. يعني ايه dysphagia؟ difficulty of swallowing or mere sensation of the act of swallowing. تخيل مجرد الاحساس بالبلع ده اسمه dysphagia. البلع عملية فسيولوجية بحتة، مش المفروض وانت بتبلع تحس انك بتبلع الا لو انت حاططها في دماغك، انت بتبلع اوتوماتيك، حسيت انك بتبلع من غير ما تحطها في دماغك يبقى ده dysphagia، ولما يبقى معها بين اسمها odynophagia، واحنا الناس بتوع odynophagia، تمام. يبقى ادينوفيجيا ده بين اون سوالوينج، بين فول سوالوينج، اما ديسفيجيا اي صعوبه، يعني الديسفيجيا لما يبقى معاها بين يبقى اسمها ادينوفيجيا، لكن مجرد الاحساس بعدم الارتياح ده ديسفيجيا وانت بتبلع. هو السوالوينج كام ستيج؟ اورال، فارنجيال، اوسوفيجيال، لغايه ما يوصل للاستومك. الاورال فولنتري ده الدوجليتيشن او السوالوينج، الفارنجيال
بالكونستريكتورز والجرافيتي انفولانتري، والاسوفجيال بالبريستاليسز والجرافيتي انفولانتري. تمام. بصوا العين ده بيبلع، الصوره المتحركه دي هنا في الاورال فيز، البيز اوف ذا تانج رفعت اللقمه اللي ورا علشان ترميها على تحت، فالسوفت بلت راح قافل النيزوفارينكس علشان الاكل ما يرجعش من النوز ريجرجيتيشن، وبعدين في نزلته هنا في الاوروفارينكس قبل ما يوصل للهايبو الابيجلوتس راح قافل على اللارينكس، اللارينكس طلع والابيجلوتس نزل علشان الاكل ما ينزلش على التراكيا والبرونكاي، يجي له تشوكينج شرقه وكف معايا، وبعدين اتزحلق على الاسوفجس. اذا احنا دلوقتي هنتكلم على الستيجز او الكوزس بتاع الديسفيجيا اللي هي سيان اورال كوزس او فارنجيال كوزس او اسوفجيال كوزس، اللي هي الستيجز بتاع الدوبليتيشن او السوار. الاورال كوزس جمع لي الاسباب، دي تجميعه، ده سيمتومز، وبالتالي التجميعه كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيس، كذلك الفارنجيال كده، كذلك الاسوفجيال كده. الاورال بقى كوزس كونجنتال زي الكليفت بلت، البلت هنا مشقوق، يجي العين يشرب الميه ترجع من مناخيره، طب ما هو مش عارف ياكل، نوع من انواع الديسفيجيا. تروماتيك يا ميكانيكال يا كيميكال يا فيزيكال، في الماوس زي ايه؟ ميكانيكال لاسريتنج انجري، اتعور تمام، بقلم عمال يلعب بيه، بقاله حاده او مال دايركتد توث وعورت اللسان او عورت البكه الميكوزا. فيزيكال راديوثيرابي وعملت انجري الميكوزا بتاع الماوث. كيميكال الكروسيف، الولد اللي بلعب بطوس وحصل ألسريشن. انفلاماتوري انفلاميشن في البق اسمه استوما، دي اسمها استوما، يبقى استوماتايتس في اللسان جلوسايتس او الدنتال كيرس، والنيرف اكسبوز بتاع السنه، فكل ما تيجي تاكل تصوت معايا، يبقى استوماتايتس وجلوسايتس ودنتال كيرس. نيوبلاستيك كانسر في الماوس زي كانسر تانج مثلا. ميسيلينياس حاجات نيرف، حاجات باراليسز. الباكسينيتور لازم تبقى ان كونتاكت مع السنان وانت بتبلع علشان الاكل ما يقعش ما بين الخد والسنان، دي بتتغذى بالفيشيال نيرف. البلت لازم يطلع على ورا اللي هو ده، يقفل النيزوفارينكس علشان الاكل ما يرجعش. اللسان لازم يرمي الاكل على ورا، ده بيتغذى بالهايبوجلوسال. اذا باراليسز في تشيك، فيشيال باراليسز، باراليسز في البلت سوفت بلت، فيجال باراليسز لانه بيتغذى بالفيجاس موتور، باراليسز في التانج هايبوجلوسال باراليسز، ده ميسيلينياس. نيجي للفارنجيال نفس الكلام، كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس. الكونجنتال نفس الكلام كليفت بلت، ما هو كليفت بلت ده الهارد بلت ماوث والسوفت بلت فارينكس. تمام. تروماتيك زي الاورال، ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال، هم وهمهم. تمام. انفلاماتوري في الفارينكس، اكيوت فارنجيتس وتونسلايتس وسابيوريشن الاربعه بانواعهم. كرونيك بلامر فينسون سندروم، ما هي اسمها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، هتتقال في الفارينكس هنا وهتتقال في الاوسوفجاس هنا لانها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، ده كرونيك انفلاميشن. نيوبلاستيك جميع انواع الكانسر فارينكس، كانسر نيزوفارينكس اوروفارينكس هايبوفارينكس. كانسر نيزوفارينكس ممكن يعمل ديسفيجيا لو امتد داون وورد للاوروفارينكس، ولو عمل ريتروفارينجيال لينف نود ميتاستاسيس اللي هو لينف نود اوفوفيار هيدوس على الفيجاس وبالتالي يعمل باراليسز للمصل بتاع السوالوينج معايا. ميسيلينياس الفارنجيال باوتش اللي هو ده، فارنجيال باوتش، الفارنجيال باوتش ده هيتقال في الاوسوفجاس والهايبوفارينكس. ازاي؟ ما الباوتش اهو يعني فاتحه، في بدل ما اللقمه تقع هنا هتقع هنا، عمال يكبر، وده لما يكبر هيدوس على الاوسوفجاس، يعني هيتقال برضو ان عامل كومبريشن الاوسوفجاس في الاسوفجيال كوزس. يبقى ميسيلينياس نيوروماسكولار. لو تلاحظ حاجه، ميسيلينياس في الاورال نيورولوجيكال وهنا برضه نيوروماسكولار نفس الكلام، فارنجيال باوتش، ولازم يتقال الديفينيشن بتاعها، هرنيشن اوف فارنجيال ميكوزا ثرو كيليانز ديهيسنس. ايه هو كيليانز ديهيسنس؟ ديفيشنت اريا اوف ماسل كود ما بين الثايروفارنجياس الاوبليك والكريكوفارنجياس الترانسفيرس، هو ده كيليانز ديهيسنس. تمام. نيجي للاسوفجيال كوزس. الاسوفجيال كوزس يا اسباب جوه اليومن، ده الاسوفجاس، يا اسباب جوه اليومن زي فورم بادي، دي سهله، عيل بلع كوين مثلا، يا اسباب في الول نفسه بتاع الاسوفجاس، يعني ايه الاورجان بتاع الاسوفجاس اللي هو يجي فيه ايه، دي اللي قلناها من شويه، كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسيلينياس، ده اللي في الول، يا اما اوتسايد الول بتاع الاسوفجاس وعامله كومبريشن على الاسوفجاس،
يا حاجه في الرقبه وداست على السيرفايكال بارت بتاع الاسوفجس، يا حاجه في الثوراكس وداست على الثوراسيك بارت بتاع الاسوفجس، يا حاجه في الابر ابدومن والاسوفجس مايل على الليفت، يبقى حاجه في الليفت سايد اوف ذا ابدومن. تمام؟ يبقى اذا يا حاجه جوه اليومن بتاع الاسوفجس في رمادي، يا حاجه في الولمن بره وداست كومبريشن، يا هنا يا هنا يا هنا. تمام؟ يا حاجه في الول نفسها اللي هو الديزيز بتاع الاسوفجس. حاجه في الول بتاع الاسوفجس اللي هي الديزيز اللي خدناها دلوقتي، مش المفروض نعيدها تاني، بس انا هقولها علشان نحفظ. كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس. ما هو الول بتاع الاسوفجس هو الاسوفجس، هو الاسوفجس نفسه. معايا؟ كونجنتال خدنا ايه؟ اتريزيا وتركيا اسوفجيال فيستولا. تروماتيك خدنا ايه؟ فورم بادي، ميكانيكال تروما. وكمان في ميكانيكال تروما خدناها، خرمت الاسوفجس وانا بعمل اسوفجوسكوب بيرفوريشن ديورنج الاسوفجوسكوبي، ده ميكانيكال تروما. فيزيكال راديوثيرابي، كيميكال كوروسيف، كيميكال كوروسيف. تمام؟ سيان اكيوت او كرونيك، اكيوت على شيل الالسريشن وكرونيك على شيل الاستريكشر. انفلاماتوري في الاسوفجس، اكيوت زي الاسوفجايتس ان اكزانسيماتا، الحاجات اللي بتعمل فيفر اندراش بتعمل ميوكوزال انفلاميشن زي الميزلز واخواتها. كرونيك بلامار فينسون سندروم، مش اسمها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، انا قلت لك هنقولها في الفارينكس والاسوفجس. والريفلكس اوسوفجايتس الجيرد، ليه؟ الجاستريك جوس بتطلع تلهب الاسوفجس وتبقى كرونيكالي انفليمد. تمام؟ نيوبلاستيك يا بيناي ليومايوما يا مالجنانت كارسينوما. ميسيلينياس الاكاليزيا ويتقال الديفينيشن بتاعها، وكمان السكليروديرما. فاكرها؟ سكليروديرما، لان بتعمل سب ميوكوزال فايبروزس. تمام؟ الاكاليزيا يتقال الديفينيشن بتاعها دايليتيشن اوف ذا لور تو ثيرز اوف ذا اسوفجاس علشان سبازم او فيلير اوف ريلاكسيشن اوف ذا كاردياك سفنكتر اللور اسوفجيال سفنكتر. ده اللي في الول. اوتسايد الول بقى، يا اما حاجه داست في على السيرفايكال بارت بتاع الاسوفجاس في الرقبه، يا في الثوراكس يا في الابر ابدومن. في النك زي ايه؟ الحاجه المشهوره ايه؟ لارج جويتر وداست على الاسوفجاس، بالذات لو الجويتر دي كانسر. انا بلاستيك كارسينوما في الثايرويد، ده بتعمل لوكال انفلتريشن سبريد للسراوندنج تيشو. لارج مالجنانت ليمف نود وداست على الاسوفجاس. فارنجيال باوتش، انا قلت لك هو الباوتش في الهايبوفارينكس والاسوفجاس، الباوتش كده هو من الهايبوفارينكس وداس على الاسوفجاس. كومبريشن فروم اوتسايد في الرقبه. في الشيست، اسباب في الشيست، ريتروسترنال جويتر، لو الجويتر دي نزلت لتحت ما بين عظمه الاسترنوم وبين التراكيه والاسوفجس، تدوس على التراكيه تعمل ديزنيا وتضغط على الاسوفجس تعمل ديسفيجيا، يبقى ريتروسترنال جويتر. ميدياستاينال ماس او ميدياستاينال سندروم، سيبيرو ميدياستاينال سندروم، لو في حاجه في الميدياستاينال زي كاردوميجالي الهارت كبير، اورتيك انيوريزم، تمام، تضغط على الاسوفجس. برونكوجينيك كارسينوما، ثايموس جلاند تيومر اللي بيسموها ثايموما، كل دي حاجات في الثوراكس تضغط على الاسوفجس. في حاجه بقى هي مشهوره ولكن رير، ديسفيجيا لوجوريا اللي هي الصوره دي، اللي هو ايه؟ كومبريشن اوف ذا اسوفجس باي دبل اورتيك ارش، اورتيك ارش من قدام الاسوفجس والتراكيه، واورتيك ارش من ورا الاسوفجس والتراكيه. انت المفروض يبقى عندك اورتيك ارش واحد، لا انفصل بقى اثنين، واحد من قدام الاسوفجس والتاني من وراه، فزنقوا الاسوفجس، اسمها فاسكولار لوبينج، يبقى اتزنق بفاسكولار لوب، اسمها ديسفيجيا لوجوريا، كومبريشن اوف ذا اسوفجس باي دبل اورتيك ارش. في الابدومن انلارجد ليفت لوب اوف ليفر، ليه؟ لان الاسوفجس مايل على الليفت. تمام؟ فالانلارجد ليفت لوب اوف ليفر هيضغط على اللور بارت بتاع الاسوفجس. دي اسباب الديسفيجيا، قسمناها الى اورال فارنجيال اسوفجيال. والاسوفجيال يا اما حاجه في اليومن، يا اما حاجه في الول اللي هي ديزيز اوف ذا اسوفجس نفسه، يا اما كومبريشن من بره، يا نيك يا ثوراكس يا ابر ابدومن. البلد بقى، بص البلد في جزء هارد بلد اللي هي الحته دي، بيفصل النوز عن الماوث، ده التانك اللي انت شايفه ده، تمام، ده الهارد بلد. وفي جزء سوفت بلد اللي هي ماسل وميكوزا، تمام، اللي هو الجزء ده بيفصل النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس وبيقفل اثناء البلع واثناء الكلام، يعني بيقفل اثناء البلع، بيقفل هنا كده علشان اللقمه تنزل على تحت ما ترجعش من النوز نيزال ريجرجيتيشن، وبيقفل اثناء الكلام في معظم الحروف علشان الحرف يطلع من الماوث ما يطلعش من النوز ويبقى مخنف او هايبر نيزاليتي. يبقى البلد بيتكون من جزئين، هارد بلد الجزء اللي قدام اللي شايل السنان ده، كل ده هارد بلد،
اللي فيه الالفيروس بتاع السنان، يبقى كل دي هارد بلد، ولايند بي الميوكوبريوستيا ده الهارد بلد، تمام، بيفصل النوز عن الباوث. والسوفت بلد اللي هو الجزء ده الموبايل بارت ده اللي هو سوفت تيشو ماسل ومتغطيه بميوكوزا، ده البستروب بارت، بتفصل النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس زي ما شاورت لك. الكليفت بلد ده كونجنتال انوميلي، واحد اتولد بالبلد مشقوق، شق في سقف الحلق، تمام، ممكن هو ده النورمال بلد، ممكن يجي في السوفت بلد بس زي ده، ممكن يجي سوفت وهارد زي ده، تمام، كومبليت كليفت بلد اللي هو سوفت وهارد. الكومبليت كليفت بلد ممكن يجي ممكن يبقى معاه كليفت ليب، اهو ده معاه كليفت ليب اهو، وعلى فكره الولد ده كان عنده كليفت ليب وريبير ده اهي معايا. الكومبليت كليفت بلد ممكن يجي يونيلاترال او بايلاترال، ازاي يعني؟ الصوره اللي قدامك دي يونيلاترال جايه كده، ممكن تيجي بايلاترال ازاي؟ اهي بص، لو الكومبليت كليفت جه كده يبقى ده كده يونيلاترال، لو جه كده يبقى ده كده بايلاترال ناحيتين، بمعنى الهارد بلت اهو والسوفت بلت ورا اهو، تمام، الكليفت اهو كومبليت، هنا البريماكزيلا قدام الحته دي اسمها البريماكزيلا، لو الكليفت جه كده يبقى ده يونيلاترال، لو جه كده وكده اهو دي ودي يبقى ده كده بايلاترال في شيب، تمام، والبريماكزيلا تبقى لوحديها، يبقى ده اسمه بايلاترال كومبليت كليفت بلت، ويوجوالي معاه كليفت ليب. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الكليفت بلت؟ هيؤدي الى فيلو فارنجيال انسفشنسي. الفيلم كلمه فيلم يعني سوفت بلت باللاتيني، فيلم يعني ستاره اللي هي بتفصل النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس، ده الفيلم. لما ما تعرفش تفصل اسمها انسفشنسي، انسفشنت، تمام، او ديس فانكشن. يبقى اذا فيلو فارنجيال انسفشنسي اللي هو البلد ده ما بين ما بين النيزو والاوروفارينكس، تمام، فلما يحصل ديفيشنسي اسمه فيلو فارنجيال انسفشنسي او في بي اي. الفي بي اي ده يؤدي الى ايه بقى؟ طبعا البلد ما بيقفلش النيزوفارينكس من ورا، وانا ببلع تقوم الميه ترجع من المناخير، الميه والاكل، اسمها نيزا ريجرجيتيشن، سكيب اوف فود اند فلويدز، نيزا ريجرجيتيشن. كذلك وانا بتكلم ما بقفلش، يبقى اسكيب اوف سبيتش اللي هي راينولاليا ابيرتا او هايبر نيزاليتي، راينولاليا ابيرتا يعني الحروف تهرب من المناخير او هايبر نيزاليتي. على فكره الادينويد كانت بتسد فكان اسمها هايبونيزاليتي او راينولاليا كلوزا، راينو يعني نوز، لاليا يعني كلام، كلوزا يعني كلوزد، دي في الادينويد لما اي بايلاترال نيزال اوبستراكشن تعمل راينولاليا كلوزا. اما لما يبقى فيه شق وفتح الحروف تهرب من المناخير يبقى هايبر ريزونانس، يبقى اسمها هايبر نيزاليتي يعني بترن اكتر علشان في شق، تمام، او اوبن نيزاليتي او راينولاليا ابيرتا علشان في ابريتشر معايا اللي هو الكليفت. التريتمنت بتاع الكليفت بلد، اولا الكليفت بلد ده يتعمل له ريبير عند سن 10 شهور، شرط يكون وزن الولد ما يقلش عن 10 كيلو، تمام، والهيموجلوبين بتاعه ما يقلش عن 10، فسموها رول اوف 10، رول اوف 10 ثلاث عشرات، تتعمل عند سن 10 شهور، البودي ويت ما يقلش عن 10 كيلو، الهيموجلوبين ما يقلش عن 10. خلي بالك الكليفت ليب برضه رول اوف 10، تتعمل عند سن 10 اسابيع اللي هي ثلاث شهور، 10 اسابيع، وزنه ما يقلش عن 10 باوندز، والهيموجلوبين ما يقلش عن 10 برضه، تمام؟ ده علشان لو حصل بليدنج او حاجه. ده رول اوف 10 الكليفت بلت اللي هي يتعمل عند سن 10 شهور. لكن لو جالك بعد 10 شهور ولسه ما اتعملش اعمله. في حاجه اسمها سب ميوكس كليفت بلت بسرعه كده علشان لما تبقى دكتور اطفال قد الدنيا، تلاقي البلت انتكت، شكله انتكت، بس هو مش انتكت، ده الميوكوزا اللي انتكت، لكن المصل من تحت الميوكوزا دايفرجنت. كليفتد يعني الحته دي ميوكوزا بس مفيش فيها مصل، المصل اليمين والمصل الشمال مش ما وصلوش لبعض، المفروض يتشابكوا مع بعض، تمام، وبالتالي مش كونكتد تو اتش اذر، ده اسمه سب ميوكس كليفت بلت. بيتشخصوا ازاي؟ بثلاثة كرايتيريا، اولا اليوفيولا بيفد اللي هي الحته دي مشوقه كده بيفد، تمام، ودي ممكن تلاقيها نورمال فايندنج في بعض الناس، يبقى اول حاجه بيفد يوفيولا،
تاني حاجه بلوش ميد لاين اللي بنسموها زونا بيلوسيدا، اللي هي الحته دي الميد لاين، بلوش زونا بيلوسيدا، تمام، اللي هو الجزء ده مزرق. تالت حاجه لو انا دخلت ايدي وحسيت البسترو بوردر بتاع الهارد بلد ده، هتلاقيه في نوتش، ايدك تقع في نوتش زي في شيب، زي رقم 7 كده، تمام، زي ما في بيفيد يوفيلا هنا، في بيفيد هارد بلد هنا، ده الصب ميوكاس كليفت. وممكن الولد يجي له برضه هايبر نيزاليتي ونيزال ريجرجيتيشن، ويديك ايحاء ان هو انتكت، لا ده كليفتد من تحت الميوكوزا. البلاتال والفرنجيال باراليسيز هو موضوع رير، ولكن لازم تعرفه بسرعه. اولا لازم تاخد النيرف سبلاي بتاع البلت والفارنكس. ايه النيرف سبلاي؟ الفيجاس، الفيجاس نيرف اللي هو النيرف العاشر، ده موتور بيغذي العضلات، وسنسوري جلوسوفارنجيال، ما عدا الهايبوفارنكس واخد جلوسوفارنجيال وفيجاس، مين لي فيجاس ده سنسوري معايا. الكوزس الفيجاس وهو نازل او جلوسوفارنجيال، يا حاجه انتراكرينيال يعني سنترال، يا حاجه كرينيال وهو نازل من الجوجل فورمن. على فكره الفيجاس 10 وجلوسوفارنجيال 9، اللور فور كرينيال نيرف بينزلوا من الجوجل فورمن، يعني 9 و10 و11 وبنقول مجازا معاهم 12، يبقى اللور فور كرينيال نيرفز نازلين من الجوجلر فورمن. وبالتالي لو حصل حاجه في الجوجلر فورمن اللي هو فورمن في السكال، يبقى كرينيال كوزس، كرينيال كوزس. الانترا كرينيال كوزس اللي هي سنترال، زي السنترال كوزس اوف فيشيال باراليسيس خدناها في الاير، زي السنترال كوزس اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس، السنترال كوزس اوف لارنجيال باراليسيس فوكال كورد باراليسيس هناخدها في اللارنكس، اللي هي تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار ديجنريتيف. كرينيال كوزس بقى وهو نازل من الجوجلر فورمن، يا تروماتيك يا انفلاماتوري بلاستيك، هناخدها برضو في الفوكال كورد باراليسيس لكن بالمره. تروما في جوجلر فورمن اللي هي سكال بيز، سكال بيز فراكشر، انفلاميشن في الجوجلر فورمن اللي هي سكال بيز مالجنانتا اكسترنا، تيومر في الجوجلر فورمن، نيزوفارنجيال كارسينوما عملت متاس للليمف نود، ريتروفارنجيال ليمف نود لانها تحت الجوجلر فورمن، تمام. ده الكرينيال كوزس، يبقى انترا كرينيال يا كرينيال، كرينيال اللي هي جوجلر فورم. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع البلاتال وفرنجيال باراليسيس. نبتدي بالبلاتال باراليسيس، هو البراليسيس ده يونيلاترال في البلت ولا بايلاترال؟ لو يونيلاترال مشكلته ايه؟ ولا حاجه، ممكن العين اسيمتوماتيك كومبنسيتد بالاذر سايد، يعني الاذر سايد بيرفع البلت ويقفل البلت الى حد ما وانت بتتكلم وانت بتشرب، فلا هيجي لك ريجرجيتيشن ولا راينولالي ابيرتا. تعرفوا ازاي؟ تحط خافض اللسان زي ده وقول للعين يقول فاول ما يقول المفروض لو هو نورمال اليوفيلا تترفع في النص، تمام. طيب لو الناحيه دي مشلوله، النورمال تشدها ناحيتها، تشد اليوفيلا ناحيتها زي الصوره دي بالظبط، اليوفيلا مشدوده للناحيه اليمين، يبقى الشمال مشلوله، يبقى اليوفيلا از ديفييتد تو ذا نورمال سايد انفونيشن ام سينج تمام. في البايلاترال باراليسيس بقى لا، ده الاثنين ما بيرفعوش البلت علشان يقفل النيزوفارينكس من ورا اثناء الكلام واثناء البلع. في الحاله دي هيجي نيزال ريجرجيتيشن اللي هو اسكيب اوف فود اند فلويد من النوز، واسكيب اوف سبيتش اللي هي راينولالي ابيرتا او هايبر نيزاليتي اوبن نيزاليتي فيخنف، تمام. نيجي للساينس، برضه خفض اللسان وقول للعين يقول فتلاقي اليوفيلا ما بتترفعش خالص، لا اليمين هتشد ولا الشمال هتشد. لو يونيلاترال كانت السليمه هتشد، ده هيشد ولا ده هيشد. الفارنجيال باراليسيس بقى هو يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لو يونيلاترال نفس الكلام، اسيمتوماتيك كومبنسيتد بالاذر سايد، يعني الفارنجيال ماسل هنا بارالايزد، الفارنجيال ماسل الثانيه بتقوم بالواجب الى حد ما، بتعمل كومبنسيشن، تمام. لكن لو في لوس اوف سنسيشن، اعرفه ازاي؟ افتح بقك يا عين وتخفض اللسان والمس السوبرا تونسيلر فوسا او الميكوزا بتاع الفارنكس. اول ما تلمس الميكوزا بتاع الفارنكس ببروب كده، حته حديد رفيعه وعليها قطنه كده تلمسها، المفروض العين جاج ريفليكس، لانك كده لمست الفارنجيال ميكوزا، حس انه عايز يرجع، وممكن الناس ترجع فعلا، ده اسمه جاج ريفليكس، جاج ريفليكس، تمام. طبعا لو لمست الناحيه البارالايزد وفي لوس اوف سنسيشن مش هيبقى في جاج ريفليكس، يبقى لوس اوف فارنجيال سنسيشن، ده لو يونيلاترال.
امال لو بايلاترال الناحيتين مشلولين بتوع الفارنكس، يبقى اذا هيجي له تشوكينج شرقه، الفلويد هينزل على اللارنكس، ما هو مش حاسس ان في فلويد، الصلايفا والاكل وهو بياكل هينزل على اللارنكس يشرق، وديسفيجيا لان الكونستريكتور مشلوله. الساينس بقى لما اجي اكشف عليه برضه بخفض اللسان، هلمس الميوكوزا اليمين والميوكوزا الشمال، مفيش جاج ريفلكس لانه في لوس اوف سنسيشن. الانفستيجيشنز بتاعت الفارنجيال باراليسيز، اعملوا فيديو في الاوروسكوبي ازاي يعني؟ بلعوا صبغه الباريوم وصوروا فيديو وهي نازله، هتلاقي العضلات مفيش فيها كونستريكشن، تمام؟ ما بتعملش كونستريكشن، يبقى ده الفيديو في الاوروسكوبي. باريوم سوال وذ فيديو ايمجينج. التريتمنت بتاع الحاله دي ايه؟ والله اعالج السبب، لو تيومر دايس على النيرف، لو مش عارف في فراكشر بيز، لو في مالجنت ليمف نود وهكذا. طيب لو يونيلاترال بلاتال باراليسيز ما تعالجوش، كومبرسيت بالاذر سايد، تمام؟ بلاتال او فارنجيال، بلاتال او فارنجيال طالما يونيلاترال. طيب لو بايلاترال بلاتال بقى، بص بقى هو مشكلته ايه؟ لما بيشرب المايه بترجع تاني، ولما بيتكلم الكلام بيرجع من مناخيره راينولالي ابيرتا. طب ما الاكل حط له نيزو جاستريك تيوب من النوز لغايه الاسطومه مؤقتا، دي حاجه مؤقته. وممكن تصلح البلت ازاي بقى؟ تبعته لدكتور السنان. بص السنان اهي والهارد بلت اهو والسوفت بلت اهو اللي هو ما بترفعش ويقفل النيزو عن الاورو، طب ما تركب له طقم ويسند البلت من ورا من هنا، يرفع البلت عليه بسترو اكستنشن بحيث يقفل النيزو عن الاورو معايا، يبقى دينشر اللي هو طقم مع بستيرور بلاتال اكستنشن. ده لو بايلاترال بلاتال باراليسز. طب لو بايلاترال فارنجيال باراليسز برضه نيزو جاستريك تيوب لان العضلات مشلوله وعنده ديسفيجيا واكله من النيزو جاستريك تيوب، دي حاجات مضروبه في الخلاط وخلافه. طيب ولو شرقه جامد الصلايفا والاكل عمالين ينزلوا على اللارينكس، ممكن اعمل له تراكيوستومي طالما بيشرق معايا، يبقى تراكيوستومي لو في سيفير تشوكينج. اخر ايتم في البلد فيلو فارنجيال انسفشنسي في بي اي، عباره عن ايه؟ هو زي الكليفت، نفس الكلام بتاع الكليفت، تمام؟ بص الصوره دي جميله قوي، اثناء الكلام اللارنكس يفايبريت اهو، فالفونيشن يطلع يتقطع باللسان والشفايف يطلع من البق. ليه بيطلع من البق؟ لان السوفت بلت بيقفل اثناء الارتكيليشن اوف سبيتش. شوف همسح لك اللي انا عملته علشان تبان، بص السوفت بلت بيقفل ورا بيلزق في البستيرو فارنجيال وول، يقوم السبيتش يطلع من الماوس. طب ولو بارالايزد وما قفلش، يبقى الحروف تهرب من المناخير راينولاليا ابرتا او هايبر نيزاليتي، هايبر نيزال سبيتش، تمام؟ طيب وكمان وهو بيبلع الفلود والفود يرجع من المناخير ريجرجيتيشن، هو ده الفي بي اي. فيلير اوف ذا بالت تو كلوز ذا نيزوفارينكس من الاوروفارينكس، تو سيبريت النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس. السفنكتر اللي بين السوفت بالت ده والفارينكس البسترو فارنجيال وول، دي الحته دي بسمها فيلو فارينكس، اللي هي الجنكشن ما بين النيزو والاورو، الجنكشن ما بين النيزو والاورو دي اسمها فيلو فارينكس، هي اللي فيل تو كلوز لانها بتقفل بالسوفت بالت والفارنجيال ماسل. لو فيل تو كلوز اسمها فيلو فارنجيال انسفشنسي، تؤدي الى سكيب اوف ووردز راينولاليا ابيرتا او هايبر نيزاليتي، سكيب اوف فود اند فلويد اثناء السوالونج ليزا ريجرجيتيشن، هي دي الفي بي اي او الفيلو فارنجيال انسفشنسي. ايه الاسباب؟ ما هي دي تجميعه، كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوروماسكولار، نيوروماسكولار ميسلينيوس كونجنتال زي الكليفت بالت البنت دي، تمام؟ تروماتيك ميكانيكال بنتريتنج انجل وخرمت البلت، يجي يشرب المويه ترجع من مناخيره يتكلم الكلام يهرب من مناخيره. كيميكال كوروسيف وحصل بلات الفايبروس البلت اتحرق، فيزيكال ريديوثيرابي وحصل فايبروس في البلت اتحرق نفس الكلام، انفلاميشن السيفلس وخرم البلت اهو، كان بخرم الهارد بلت وبياكل البون سيبتم ويعمل سيد النوز، تمام؟ نيوروماسكولار بلات الباراليسز اللي احنا خدناها من شويه بايلاترال. ميسيلينيوس فانكشنال، احيانا بتلاقي واحد مخنف وبيطلع الحروف من مناخيره وتلاقي كل حاجه نورمال عنده، هتلاقيه مامته كده او باباه كده وبيقلده، فانكشنال ما عندوش اورجانيك ديزيز، ده بيميتيت حد عايش معاه، معاه
ده فانكشنال او سمعه ضعيف فسامع النطق غلط فبيردد الكلام غلط. دي اسمها فانكشنال ديسوردر نو اورجانيك كوز. تمام. فولت سبيتش ليرنينج اتعلم ينطق غلط. الكلينيكال بيكتشر بتاع الفي بي اي او الفيلوفارينجال انسفيشنسي قلت لك هايبر نيزال سبيتش هايب اوبن نيزاليتي راينولالي ابيرتا نيزال ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد ديفيكالت ساكلينج في الانفانت يجي يرضع تمام اللبن يرجع من مناخيره. خلي بالك من حاجه انا نسيت اقول لك حتى في الكليفت بلد الاستيكن تو مقفوله انت ناسي ولا ايه؟ لانها بتفتح بالبلاطه الماس اللي فيترو بلاطاي وبتنصر بلاطاي. ففي الكليفت بلد وفي الفي بي اي في الفيلوفارينجال انسفيشنسي في اوستيكيان توب ديسفانكشن وبالتالي هيجي له سكريتورو تايتس ميديا فاكر في الاير. وبالتالي قولها في الكليفت بلد وقولها في الفي بي اي وقولها في البلاطه الباراليسيس لازم اير ترابل اللي هي اوستيكيان توب ديسفانكشن ريكارنت اكيتو تايتس ميديا والاهم منها سكريتورو تايتس ميديا. علشان كده العيال اللي بتولد بكليفت بلد كلهم بلا استثناء يعني ارمستوك انت الاندر جرادويت تقول كلهم وحالات الفي بي اي لازم يكون عندهم سكريتور تايتس ميديا. علشان كده لما بنيجي نعمل عمليات في البلد للعيال دي اللي عندها المشكله دي لازم وانا بعمل عمليه في البلد اتصرف في الودن اللي هي بركب فنتليشن تيوب مايرنجوتومي واشفط الفلويد واركب فنتليشن تيوب وفي الحاله دي بركبها بيرمننت تي تيوب لان المشكله بيرمننت حتى لو صلحت البلد لان البلد المصل ديفيشنت. تمام. التريتمنت بقى بتاع يبقى اذا الفي بي اي ككلينيكال بيكتشر خلي بالك اسيستم الكلام الحروف هتهرب من المناخير هايبر نيزاليتي دي اول سيمتوم. تاني سيمتوم الميه والاكل هيهربوا من المناخير نيزال ريجرجيتيشن. تالت سيمتوم واهم اوستيكن توب ديسفانكشن سكريتور تايتس ميديا وكوندكتيف ديفنس وديفيكالت ساكلينج في الانفانت لو ده انفانت. التريتمنت بتاع الحاله دي ريبير للكليفت بلت لو موجود بلاتوبلاستي اهو بلاتوبلاستي وطولت البلد حاجه اسمها زد او فيرلوبلاستي بص فتحته حرف زد اهو علشان اطوله بالزد بلاست افكت معايا يبقى بلاتوبلاستي اسمها فيرلو دبل اوبوزنج زد بلاستي او بلاتوبلاستي وخلاص. ممكن لو ما نفعتش اعمل له فارينجوبلاستي او فارينجيال فلاب يقفل الفيلو فارينجيال سفنكتر اللي هي منطقه الفيلو فارينكس اللي بين النيزو والاورو ياخد فارينجيال فلاب مايوميوكوزا الفلاب فلاب من الميوكوزا والمصل واقفله بارشيالي. طبعا العين هيتنفس من حواليه تمام يعني هو كده ده الهارد بلت وده السوفت بلت وده التانج وده اللارينكس اخد فلاب هنا فلاب والعين يتنفس من التو بورتس اللي حواليه يعني الفلاب بيبقى في النص والعين يتنفس من هنا ومن هنا مش بقفله كامل كومبليت بارشال اوبستراكشن او فارينجوبلاستي ان انا بكششه بكشش منطقه الفيلو فارينكس تمام. في الحاله دي الحروف مش هتهرب من المناخير ولا الميه هتهرب من المناخير دي اسمها فارينجوبلاستي. كمان تدي له سبيتش ثيرابي دكتور التخاطب يعلمه ازاي يتكلم بقى بعد ما انت صلحت له الاناتوميكال ديفكت هو بقى يصلح الفيسيولوجيكال ديفكت اللي عنده اللي هو طريقه الكلام غلط ما اتعلمش الطريقه الصح وبالتالي دكتور التخاطب يقعد يدي له تدريبات تخاطب علشان يعلمه الطريقه الصحيحه.